مساء الخير على كل مشاهدي قناة النادي الأهلي، جماهير النادي الأهلي. الحمد لله النهاردة أول تغطية على الهواء لماتشات النادي الأهلي في كافة البطولات. القناة هنا بتسعى برئيس الدكتور خالد توحيد على التغطية الشاملة. بدأنا النهاردة بكرة السلة ولسه في تغطية جاية لكرة اليد قريب جدا. ماتشات كرة اليد كلها قناة النادي الأهلي هتاخد ماتشات النادي الأهلي. هو ده اللي احنا بنحاول نعمله عشان نسعد جماهير النادي الأهلي، بنحاول نوصله الملعب ونحاول نخليه يتابع كل فرق النادي في كل الماتشات في كل البطولات عشان يبقى هو شاهد على العصر التاريخ اللي الناس اللاعبات أو اللاعبين عندنا بيعملوه في الماتشات في كل النواحي. نتمنى بإذن الله في المرحلة الجاية هنتابع كتير، لكن في حاجات هتبقى متسجلة، حاجات هتبقى على الهواء لأن المساحة نفسها ممكن ما تكونش موجودة، لكن إن شاء الله هيكون كلنا بإذن الله مع بعض دايما وأبدا في أوقات كتيرة جدا على الماتشات في قناة النادي الأهلي. النهاردة أول ماتش عندنا وفاينل دوري المرتبط لكرة السلة سيدات اللي الحمد لله ربنا كرمنا وكسبنا الدوري المرتبط قبل ما نلعب المباراة دي، قبل مباراة مهمة مع نادي سبورتنج. هنحلل النهاردة ويكون معانا نجوم التحليل من كبات النادي الأهلي، نرحب بيهم معانا كابتن محمد سرعوة أحد نجوم النادي الأهلي وكابتن النادي الأهلي. كابتن سرعوة مساء الخير. مساء الخير كابتن خالد، شرف كلينا موجودين معاكم في قناة الأهلي إن شاء الله. ومعانا كابتن علياء محمود احد نجمات وكباتن النادي الاهلي في عصرها الذهبي. كابتن علياء اهلا بيك. اهلا بحضرتك، منوره بيك، ربنا يخليك. هنبدا مع حضرتك نقول مبروك على نهائي او نهايه الدوري، لكن النهارده عندنا مباراه الاهلي وسبورتنج. 13 سنه بطوله دوري مرتبط، 7 بطولات النادي الاهلي و6 لنادي سبورتنج، وهو ده النهارده اعتقد هو ده الحافز بالنسبه للاعبين. بالظبط، اتفضلي. لا هو طبعا دوري المرتبط ده بيبقى بداية دايما السيزن، بتبقى النتائج طبعا مرتبطة بفريق الستاشر، واحنا الحمد لله طول عمر الناشئين بتوعنا بيوصلوا الفريق الدرجة الأولى مرتاح الحمد لله، هم عملوا اللي عليهم الحمد لله لغاية دلوقتي. بس ستيل برضو دايما بيكون ماتش أهلي وسبورتنج ليه طابع خاص، حتى لو البطوله خلصانه فستيل الماتش. خلينا نقول ان الاهلي والزمالك هم المنافسين دايما في البطولات، لكن النهارده الاهلي وسبورتنج هم المتنافسين. كنت انا قلت بس حاجه سريعه لازم اصلحها، 7 بطولات النادي الاهلي و5 لنادي سبورتنج وبطوله واحده لنادي الجزيره. ليه الصراع بين الاهلي وسبورتنج؟ اهتمام نادي سبورتنج بكره السله سيدات فيها. طبعا طبعا، انا كنت لعبت سنه مع نادي سبورتنج، عشان كده بسالك. شرفت لعبت سنه مع نادي سبورتنج. هم طبعا الباسكت عندهم في اسكندريه عامه الباسكت نمبر 1 يعني ده، فهم دايما المنافسه من ساعه ما انا لعبت باسكت دايما المنافسه بين اهلي وسبورتنج، مع احترامي يعني نادي الزمالك، بس دايما الباسكت في مصر اهلي سبورتنج هو الفاينل، الا بقى لو طلع مثلا سنه جزيره زي ما حضرتك قلت او حاجه. فعشان كده هو لو بالنسبه للولاد الموضوع اهلي زمالك، فاحنا بالنسبه لنا اهلي سبورتنج. اهلي سبورتنج. كابتن سلعوه، اخبار نادين ايه؟ سريعه. الله يخليك كابتن خالد. هو بس في البدايه انا احب اقول للكابتن محمود الحمد لله على السلامه، وان شاء الله يعود لي يا رب النادي ان شاء الله بخير وعافيه ان شاء الله. تاني حاجه الحمد لله نادين ماشيه كويس في امريكا مع الجامعه اللي هي نورث كارولينا، ومن فتره حققت النقطه الالف بالنسبه لل ان شاء الله لدوري الجامعات بنات كاول واحده يعني مصريه وعربيه من الجمهور. كابتن اديس العوه دي بنت كابتن سرعوه، وهي احد نجمات الباسكت ودلوقتي هي محترفه في امريكا وبتدرس في امريكا. وهي الحمد لله اول واحده تعتبر سجلت هذا الرقم، محيط اهتمام ورعايه منهم بصراحه، ومستواه في تطور الحمد لله، وان شاء الله تخلص عشان تقدر تفيد النادي وتفيد المنتخب باذن الله. باذن الله. كابتن سرعوه، النادي الاهلي لعب 3 بطولات. لعب اول بطوله منطقه القاهره كسبناها، والبطوله العربيه، والنهارده دوري المرتبط الحمد لله ربنا اكرمنا الحمد لله. لكن وجودنا جوه البطوله العربيه كانت حاجه مهمه جدا. كان كابتن ايهاب الالفي قبل البطوله كان يتمنى ان هو يكسب البطوله، لكن عملوا ايه والوضع كان شكله ازاي جوه البطوله العربيه؟ والله انا اللي عايز اقوله ان النادي الاهلي استطاع انه يعمل صفقتين السنه دي يعتبروا من احسن الصفقات اللي في مجال كره السله للسيدات. صفقه سوريا من نادي السيد وصفقه المنار من نادي سموحه. تمام. بخلاف الولاد، ولاد النادي البنات اللي هم ولاد النادي اللي طالعين من
من 18 سنه وللدرجه الاولى واللي موجودين يعني، والناس فيهم قدام، وقدر يجمع بين القديم وبين الحديث وبين اللي جاي من بره، وتحصل بينهم توليفه كويسه وكده. بس انا اعتقد ان الدوره العربيه اصابه سوريا في السيمي فاينال في الدور اللي قبل النهائي كان لها تاثير. برضو احنا لعبنا باجنبي واحد وهم المفروض في اثنين، والاجنبي كان لسه جاي، البنت الاجنبيه ماريا لسه جايه وما كانتش لسه يعني اخذت على الفرقه، لكن هي دلوقتي امبارح عملت ماتش كويس قوي في الماتش الاولاني اللي هو ضد سبورتنج، لكن هي بدات مستواها يعني يعود وكده، وان شاء الله تكون يعني رب ضرر نافعا يعني البطوله دي، واتمنى لهم يعني التوفيق في بالنسبه للي جاي، لان اللي جاي طبعا غير مرتبط ان شاء الله هيكون اصعب، بس بالنسبه للنادي اسهل ان شاء الله باذن الله. هنروح لمراسلنا احمد كوان من ملعب المباراة، هنشوف معاه ايه الجديد. مساء الخير يا احمد. سعد عليك زميل عزيز خالد العوضه، مساء السعاده على ضيوفك الكرام كابتن علياء وكابتن محمد السلعاوي. يمكن فرحه كبيره جدا لشابات النادي الاهلي بعد ان انهوا المهمه في بدري كده في هذا المساء بالتفوق على سبورتنج بفارق 3 اهداف. يمكن كانت مباراة قوية جدا، بدأت منذ ذات بمنتهى السخونة من سبورتنج والأهلي. الشوط الأول عدى بمرور الكرام إيكوال بين الفرقتين، لكن الأهلي تفوق على سبورتنج في المباراة. يمكن آخر كوارتر كان مهم جدا بالنسبة للأهلي وسبورتنج أن يحتفظ الأهلي بصدارته لهذه البطولة، أكثر الفرق حصولا على هذه البطولة بالتحديد الأهلي ويليه سبورتنج 6 مرات فيها بهذه البطولة بهذا المساء بطلا لهذه البطولة. يمكن يدخل الفيرستين بأريحية وبكامل أريحية، يمكن يحطم رقم قياسي جديد له، ولكن في النهاية الأهلي بطلا لهذه البطولة يليه سبورتنج. سموحة بيلعب دلوقتي مع الجزيرة مباراة عصير حاصل فيرستين، لكن سموحة الشباب تفوق على الجزيرة، إذا سموحة يحتل المركز الثالث والأهلي كعادته المركز الأول بطلا لهذه البطولة احتفاظا بهذا اللقب. هذا معاك برضو بعض التفاصيل المميزة اللي شفناها النهاردة. يمكن التوأم من نادي الأهلي هالة وهناء عملوا مباراة كبيرة جدا بتناغم كبير جدا، صنعوا الفارق في بداية المباراة ونهاية المباراة في آخر الدقائق، وكمان مع بعض اللاعبات. كابتن احمد ابراهيم النهارده كان مركز جدا 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 من بدايه المباراه مع اللاعبين، حتى في المحاضره اللي كانت قبل المباراه عاوزين يخلصوا المباراه بدري. سبورتنج قدم مباراه كبيره، لكن في النهايه الاهلي قال كلمته، الاهلي بطل لهذه البطوله ليسعد جماهيره كعادته ويسعد مجلس ادارته وكعادته يعني يسعد كل من حوله ومن يشجع هذا النادي العريق الكبير النادي الاهلي. يمكن دي الاجواء بعد لحظات زميل عزيز خالد، ينتهي مباراه سموحه والجزيره وتبدا مباراه كلنا منتظرينها للفيرست تيم، هي مباراه تحصيل حاصل لان انتهت مهمه النادي الاهلي بعد تفوق الشبات على سبورتنج. احمد قول لي، جماهير موجود جماهير جوه الملعب ولا لا؟ في عدد كبير جدا من جماهير المحبه لكره السله بشكل عام، في جمهور سموحه وجمهور سبورتنج، جمهور الاهلي كان كبير جدا، اولياء الامور النهارده برغم سوء الاحوال الجويه لكن انهم كانوا حريصين جدا على التواجد وتشجيع الابناء. يمكن الحاله، يمكن اكيد الحاله بتمر بها مصر في الفتره الاخيره من الطقس بارد جدا، امطار غزيره قبل المباراه وبعد المباراه وحتى الان يمكن في امطار غزيره في محيط صلاح سالم، الا ان اولياء الامور كلهم حريصين والمشجعين كمان المحبين لكره السله شبات النادي الاهلي متواجدين باستمرار من اجل الهتاف من اجل مسانده الفرقه. لكن في النهايه الاهلي داخل الملعب اثبت احقيته بهذه المباراه طولا وعرضا نتيجه واداء. احمد شكرا جزيلا، هنرجع لك مره تانية عشان نشوف ونتابع معاك وصول الفرق ونشوف كل الاجواء الخارجيه اللي هي بتهم مشاهدين قناه النادي الاهلي. كابتن علياء، عندنا البطوله العربيه لكن في تدعيمات، في تدعيم نتكلم على اللاعبات بصفه عامه. عندنا تدعيمات في نادي الاهلي ونادي سبورتنج، التدعيمات كان منار وكانت سوريا، بس في 2 محترفات امريكيات بيلعبوا، واحده هي ماري كينج واشلي ازا، تقولي ايه عليهم؟ هو زي ما كابتن سلعاوي قال، هي المحترفه بتاعت الاهلي فعلا كانت على البطوله العربيه لسه جايه، ما كانتش لسه خدت على اللعب. ادت مباريات كويسه جدا جدا قدام نادي الصيد، حطت سكور جامد، وامبارح كانت سبب في الفوز في الماتش. محترفة سبورتنج برضو نفس المستوى، هما الاثنين نفس المستوى شوية، رغم ان بس محترف سبورتنج اكبر حجما شوية، بس امبارح ما كانتش فايقة قوي، فهي ممكن النهاردة لا عايزينها تفوق عشان تفوق. لازم تفوق.
قول لي كابتن سرعوه طرق لعب النادي الاهلي بصفه عامه، بيلعبوا دفاع ايه، شكله ايه على نادي زي نادي سبورتنج؟ هو انا بقول لحضرتك النادي الاهلي استفاد من الصفقتين اللي هو عملهم زي ما حضرتك شرحت وقلت، لكن اللي انا عايز اضيفه ان في بنات كويسه في النادي الاهلي، في رانا كانت محافظه، رانا عبد الظاهر كانت واخده الثلاثيه، كانت احسن بالنسبه اللي هي ال 3 على 3 اللي اتقامت في توجو الاخيره، كان هي من احسن الارقام في الثلاثيه، في نور علي طلعت ودي لعيبه ارتكاز ولعيبه ارتكاز منتخب مصر، وكانت برضو امبارح كان من العوامل المؤثره بالنسبه للفوز، بخلاف كابتن فرقه طبعا دينا عمرو. دينا عمرو كابتن الفرقه، فكانوا امبارح في يعني ايه في متوازن، زائد هلا ابو بكر اللي هي كانت لعيبه تعتبر شبه محترفه بره ورجعت ودرست ورجعت في امريكا، ومكسب برضو للنادي الاهلي. النادي الاهلي بيعتمد على الدفاع الضاغط من اول الملعب، امبارح بالنسبه للسبورتنج اعتمد على الدفاع الضاغط من اول الملعب، مان تو مان، سيده لسيده يعني مان تو مان من اول الملعب، وكان بيرجع على ساعات يرجع على المان تو مان نفسه او يرجع على الزون ديفنس حسب النوع اللي هو الديفنس وكان الكابتن ايهاب الالفي بيغير تملي طرق الدفاع من مان تو مان لزون ديفنس لطرق في الزون ديفنس نفسه، فلكن هو اعتمد كلي على الضغط من اول الملعب على مفاتيح اللعب في نادي سبورتنج. لازم نقول للجماهير ان كان في مباراه امبارح بين الاهلي وسبورتنج، هو ده النهائي، هو ده دوري مرتبط، بيلعبوا يومين ورا بعض، وكسبنا 85-72 ومباراتين الصغيرين كسبناهم، يبقى احنا كده كسبنا دوري المرتبط. كابتن علياء قولي لي كده، بما انك انت برضو كنت لعيبه سنه في نادي سبورتنج وكابتن نادي الاهلي في نفس الوقت، قولي لي نادي سبورتنج بيلعب باي اسلوب هجوم على النادي الاهلي؟ هو فريق سبورتنج بيمتازوا دايما ان هم عندهم ناس شوترز، عندهم نسبه ميديم او شوطه، نسبه التصويب عندهم كويسه جدا سواء بالثلاثيات او ميديم يعني. مش عايز تشرحي على الباسكت كده، لو احنا لو اتكلمنا على الباسكت بالنسبه للميديم وبالنسبه الثلاثيه عند خط الثلاثيه ده بعيد، انما هم بيشوطوا بيتميزوا ان هم بيجيبوا من قريب خط الثلاثيه ومن جوه، نسبه الشوط عندهم كويسه، هم مهاريين جدا، لعبهم بسيط وسهل جدا 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 دايما فريق سبورتنج. ما بيعتمدوش اكتر على لعب وخطه وكل الكلام ده، لعبهم بيكون اسهل وبسيط قوي في الباسكت يعني، فنانين شويه. طب هنروح بس الملعب المباراه، معلش عندنا حاجات كتيره عايزين نوري الجماهير كل حاجه، لان اتحاد السله مانع الجماهير، لكن بيقول ان هو الجماهير تخش الحاملي بطاقات الاتحاد. هنروح لزميلنا احمد كوان من ملعب المباراه ونشوف معاه ايه الجديد. معاك ايه الجديد يا احمد؟ بشكرك واجدد لك التحيه زميلي العزيز خالد العوض من جديد، وشكرا موصول لضيوفك الكرام نجمات وشابات الاهلي النهارده البطلات. استنى يكون معي ملك وجمانة. ملك بحييكم على المباراه، مباراه كبيره جدا، مباراه كانت صعبه، مبروك على البطوله. يمكن النهارده الاهلي بيحتفظ باللقب للمره الرابعه على التوالي، بهنيكم بجد على هذا الانجاز. الحمد لله. انا معاك انت الاول، قولي لي انت كنت المباراه كانت شايفاها ازاي؟ بصراحه احنا كنا يعني احنا كنا شادين حيلنا قوي واتمرنا كتير جدا عشان الماتش ده كان اهم ماتش، يعني كان مهم جدا جدا عشان كنا عايزين نكسب، عشان بصراحه الاهلي ما ينفعش ياخد غير المركز الاول. بصراحه الاهلي لازم ياخد المركز الاول بصراحه كده. لكن احكي لي مباراه الشوط الاول، كان سجال، كان رايح جاي بين سبورتنج، ويمكن سبورتنج بدا بدايه قويه جدا. هو بالظبط الثالث هم كانوا كسبانين، بعد كده بقى احنا الشوط الرابع من اول الشوط الثالث في نصه احنا اللي فضلنا بقى كسبانين طول الماتش لغايه ما كسبنا في الاخر 3 بوينت. مباراه اخرها كان صعب، اخر يمكن اخر دقيقه دقيقتين كان فيها مفاتيح اخر 4 ثواني بالظبط. كنا الكوره كان الماتش هيروح مننا، فاحنا كنا على اعصابنا كلنا، اللي هو يعني احنا ازاي يعني احنا مجتهدين الماتش كله وخايفين وعمالين نتمرن من اول السيزون، واحنا اهم عندنا بطوله مرتبط عشان احنا النتائج بتاعتنا تبقى مع الفيرست تيم، فطبعا الفيرست تيم تبقى معانا فلازم يشجعونا وبتاع، فاللي هو احنا جينا في الاخر اخر 4 ثواني احنا كنا هنموت، احنا كنا خسرنا كنا يعني هنزعل بطريقه، بس الحمد لله يعني ربنا وقف معانا، وكانت مباراه يعني صعبه جدا بس الحمد لله عدت على خير. اكيد. لكن انا هتكلم معاكم برضو ازاي ما قادرين تحافظوا على كم انتصارات من بدايه المباراه، بدايه البطوله، فوز على مدينه نصر، فوز على الصيد مره ومره، فوز على الجزيره، والنهارده بتفوزوا على سبورتنج مرتين، شيء عظيم. عشان احنا ايد واحده.
بس كفايه فرقه واحده كلنا وفي عناصر كتير جدا كويسه بطريقه رهيبه، مفيش حد وحش، كلنا ايد واحده ما بنتفرقش عن بعض ابدا ابدا. وايه تاني؟ احنا لازم كنا احنا المفروض فرقه واحده كلنا، فطبيعي ان احنا لما نبقى ايد واحده لازم هنشجع بعضينا، حتى الجول سكور او البارا سكور مش مشكله، دي المره دي فرصته احسن، المره الجايه تبقى البارا سكور، المره الجايه فرصته احسن بكتير. فكان كلنا لازم نبقى ايد واحده علشان لما نكسب لازم نبقى اللي هو احنا كلنا يعني اللي هو مشجعين بعض. فدي حاجه حلوه جدا في الاهلي، دي ميزه كويسه جامده جدا في الاهلي، في كل الفرق من الناشئ يعني من صغرنا خالص لغايه لما نكبر فيرست تيم كلنا ايد واحده. فدي اهم حاجه عند النادي الاهلي، لازم تبقى الفرقه كلها ايد واحده، دي اللي بتخلي الانتصارات بتعلى اكتر بينا. ايد واحده مبروك. الله يبارك فيك. الله يبارك فيك. بشكركم. يمكن ايد واحده من هم صغيرين، ايد واحده من اول بدايه هذا المشوار الى ان انتهى بطلا لهذه البطوله، ايد واحده من دور ال 16 تفوقا على مدينه نصر رايح جاي، تفوق على الصيد مره ومره، تفوق على الجزيره رايح جاي، تفوق على سبورتنج رايح جاي، امكانيات كبيره جدا من شابات بجد ابطال ونجوم للنادي الاهلي. ولكن لسه مستمرين معاكم، تعالوا اتفضلوا، تعالوا على الهوا. ازيك؟ اخبارك ايه؟ اتشرف باسمك. حور عبد الظاهر. حور. وانت؟ جانا معوض. زينب. حور؟ جانا معوض. زيانه. جانا معوض. جانا معوض، ما شاء الله. احكي لي النهارده تفاصيل المباراه، شايفينها ازاي؟ لا واحنا طبعا يعني لعبنا كويس والكابتن كان بيشجعنا، واحنا كنا لازم نكسب عشان حتى نخلي الفيس مستريح، وعشان دي دايما يعني البطوله بقى لها 4 سنين معانا فما ينفعش تغيب عننا، واحنا فرقه قويه طبعا. بجد؟ والله. وانت كمان احكي لي النهارده تفاصيل المباراه، كنت خايفه بعد المباراه؟ لا هي بصراحه المباراه كانت حلوه، وكان في حتى يعني كنا حاسين كنا ماشيين في الاول بوينت يعني ما كناش سابقين قوي، بس بعد كده الحمد لله سبق يعني عدينا البوينتس كتير وكده، بس الحمد لله يعني ربنا وفقنا وكسبنا سبورتنج. كالعاده مبروك. الله يبارك في حضرتك. مبروك. سبورتنج والاهلي دايما نزاع كبير جدا بين الفرقتين اللي يفوزوا اللقب، صح؟ طبعا حتى في كاس مصر في الفيست في كل حته. بس مين بيكسب؟ الاهلي طبعا. الاهلي. مبروك. مبروك. اكيد هيك الحديث مهم من شابات الاهلي بكل ابتسامه بكل فرح، الاهلي بطلا للمرتبط تفوقا على سبورتنج الغريم والمنافس التقليدي له في كل البطولات، يمكن دي اهم واخر الاحداث لدينا. كابتن خالد اليك الكلمه ولك بكل جديد اول باول. شكرا زميلي احمد كوان من ارض المباراه، من ارض ملعب استاد القاهره، مباراه الاهلي وسبورتنج في نهائي دوري المرتبط سيدات. كابتن علياء كنا اتكلمنا على المحترفات، وعندنا زي ما الاهلي عنده كابتن نادين السلعوه، في بنتين برضو في سبورتنج، رنيم الجداوي ونسمه عبد الرحمن، الانفتاح زي ما بيقولوا، الناس كثيره او بنات كثيره بيطلعوا، وانا اول مره اشوف في الرياضه كم البنات اللي بتطلع دي. بالظبط. هو طبعا علشان في امريكا الباسكت نمره واحد، واحنا ما شاء الله عندنا الناس بقى فيه بقوا يوصلوا افريقيا، ومن افريقيا يروحوا كاس عالم، فموضوع والاحصائيات بقت على طول موجوده على الانترنت، فالموضوع خلى مدربين الجامعات في امريكا على طول متابعين، كل حاجه موجوده دلوقتي على الانترنت موجوده، فبيتجاب منهم مستوى اللاعبات من خلال بطوله افريقيا وكاس العالم، فده فرق جدا طبعا. هو ده ان الاتحاد لما اهتم فبقى عندنا المنتخبات بتشارك افريقيا بتكسب بتوصل كاس عالم، خلى الناس تعرف ان في مصر، فخلى الناس تتابع الاحصائيات، فالبنات بتفوق. اكلمك بصراحه طبعا، نلاقي البنات في بطوله العالم يقدروا يعملوا حاجه؟ شويه نكمل يعني المحترفات الموجودين عندنا لما يرجعوا، بس هي نقطة، ما انت بيطلع من عندك محترفات بيروحوا امريكا ومن كل البلاد نفس الكلام، يعني هو الموضوع مش مقفول على مصر بس طبعا، بيروح من كل حتت كل حتت التانيين. ففي كاس العالم يعني هم هيفرقوا لما ان شاء الله يرجعوا بالسلامة، هيفرق جدا، هيفرقوا مع المنتخب جدا مع منتخب مصر، سواء في افريقيا او نبدا كدرجه اولى بقى يعملوا حاجه في افريقيا يعني ان شاء الله. بصي بس معلش انا عندي حاجه بس على الهواء، دي كواليس وصول فريق الاهلي للناشئات او ال 16 سنه قبل المباراه، معلش احنا هنتابع الاثنين مع بعض، البنات اللي هم الصغيرين او الناشئات بتوعنا والدرجه الاولى اول ما يوصلوا ان شاء الله باذن الله هنتابع على الهواء. كابتن سلعوه، مشوار كبير للنادي الاهلي من دور ال 16 للفوز على مدينه نصر والصيد والجزيره ثم سبورتنج في الدور النهائي، الماتش يعني الطريق الاهلي احداث كان صعب شويه، الصيد والجزيره
في مشوار النادي الاهلي. دلوقتي احنا برضو يعني عايزين نركز على فرقه المرتبط اللي هي لان هي نفس النقاط بتاعه الدرجه الاولى نقاط المرتبط. فاحنا برضو مش عايزين ننسى كابتن احمد ابراهيم والفرقه المرتبط لانهم عملوا مجهود فعلا وتعبوا طول السنه وكده. وكان معانا جمانه طارق عبائي وده ابوه مدرب كان في النادي الاهلي فاللي انا عايز اقوله مش عايزين ننساهم هم برضو عملوا ابطال وعملوا مجهود واعتقد دي السنه الثانيه على التوالي وان هم بيساعدوا برضو الفريق الاولاني. نيجي للفريق الاولاني، الفريق الاولاني السنه دي قدر الكابتن ايهاب الالفي يظبط الفرقه ويحطها على يعني المنافسه الدوليه، ان شاء الله اللي جاي احسن واللي جاي بالنسبه للنادي بالمجموعه اللي موجوده دي من ولاد النادي. يعني انا في بنت تحت 18 سنه اسمها ملك اول مره تلعب في البطوله اللي هي دي، وامبارح كنت بتكلم انا والكابتن علي فيها بنت صغيره لسه اول مره وبتلعب في خمسه اساسي كمان في الدرجه الاولى كمان فبنت كويسه وان شاء الله في مستقبل بالنسبه لقطاع البنات في النادي الاهلي. لكن في طريق النادي الاهلي كان في الصيد والجزيره يعني فرقتين اعتقد هو الصيد القويه الصيد كابتن سرايا جايه منها من نادي الصيد كان مرتبط قويه جدا. احنا قدرنا نكسبهم على ارضنا في النادي الاهلي بفارق باسكت وخسرنا 12 بونت من عندهم تمام. واحنا بنقابلهمش الا في الدوري المرتبط لان هم في بطوله القاهره وهم تبع الجيزه ما بيلعبوش معانا في بطوله القاهره. لكن اعتقد ان فرق الغابه والزهور وكده احنا متفوقين عليهم يعني. لكن هو ماتش سبورتنج بتاع امبارح كان ماتش قتالي بالنسبه للاولاد والنهارده بالنهايه النتيجه اللي احنا سمعناها عن طريق كابتن خالد 3 انتهاء ب3 نقاط ده يدور لان برضو البلاد قاتلوا النهارده وكانوا مصممين على المكسب ومصممين 16 سنة البنات 16 سنة ولاد على طول كانوا مصممين على المكسب وكانوا يعني عايزين يهدوا للدرجة الأولى وإن الاتنين بيكملوا بعض وكله في الآخر بيصب في مكسب للنادي الأهلي. كابتن علياء نادي سبورتنج عمل 4 ماتشات لوبي ظهور سموحة وسموحة أعتقد هو المنافس التقليدي في اسكندرية أكيد أنت السنة اللي أنت عشتيها وفاز عليه في دور الأربعة 81 66 89 74 نادي سبورتنج متفوق شوية في السكور على النادي الأهلي. النادي الأهلي في الثمانينات في الماتشات بتاعته لكن نادي سبورتنج وصل التسعينات. تقول إيه؟ هو ده بيرجع إن نادي سبورتنج هما بيلعبوا بستة وسبعة لعيبة فبيفضلوا مكملين بنفس السيستم. إحنا كابتن إيهاب بيلعب تقريبا بال 12 لعيبه وزي ما كابتن سلعاوي قال ملك من ال 18 فبيبقى في تغيير كتير يعني بنريح في الماتش فبيحصل تغيير كتير وبيبقى عايز يجرب كتير قوي عن ما يفرق معاه ان هو يكسب الماتش بسكور. بيكون عايز يجرب ويجرب طرق دفاع مختلفه يجرب طرق العاب هجوميه مختلفه فمش بيكون فارق معاه قوي النتيجه بفرق سكور عن ما هو يجرب حاجات اكتر. يعني هو ده طب سؤال مهم اهم يعني احنا نلعب 7 8 ولا نلعب 12 13 ان هو الاحسن بره الاهلي سبورتنج عامه في الباسكت بصفه عامه؟ بص هو ما فيش في الباسكت حاجه صح وحاجه غلط يعني بيبقى تمام. حسب فلسفه المدرب نفسه هو عايز ايه من الماتش ومين فايق وقد ايه لعيبه فايقه لان طبعا هي لعبه جماعيه فانت بتحاول توصل للشوط الثالث والرابع يعني الاول والثاني ده بيعتبر ماتش اول ربعين الربع الثالث والرابع دول بتبقى مباراه مختلفه فبيتوقف على حسب انت عايز تنهي المباراه باكبر عدد من اللعيبه فايقين فبيبقى يعني كل مدرب ليه فلسفته يعني انا ممكن العب عايزه انا هدفي ان انا اوصل لاخر المباراه بعدد لعيبه فايقين يطلعوني كسبان. بس احنا كابتن سلعاوي احنا 7 بنات انا بختلف مع كابتن علياء ان اللعب ب7 غير اللعب ب12 السبعة اعتقد لو طلعوا 5 فاول فالاساسيين يطلعوا فتحصل مشكله لكن اللعب مع كل الناس اعتقد مع كل البنات اعتقد ده احسن. هو برضه انا عايز اقول حاجه انصافا يعني النادي سبورتنج من الانديه العريقه في كره السله السيدات تمام. من ايام ما كابتن عليا كانت بتلعب وقبلها ومن الجيل الاقدم منها كمان لكن هو دلوقتي بيعاني من مشكله في سفر ناس
في الفرقه عباره عن 4 5 من الاساسيين على راسهم مي حلوه واسرار ومنة الله وهنا ورانا نبيل. دولت اسماء قويه جدا. اسماء قويه بزائد اللعيبه الامريكيه. دولت دلوقتي القوام الاساسي بتاع الفرقه، والباقي معاه كلهم من 18 سنه كلهم من 18 سنه صاعدين للدرجه الاولى وبيتمرنوا مع الدرجه الاولى، لسه خبراتهم طبعا ما جاتش زي دولت، لكن اعتقد ان الفرقه دي هتبقى فرقه منافسه مستقبلا. ولكن هي كانت محتله عرش الباسكت في لفترات طويله بصراحه. يعني احنا النادي الاهلي بيحتل كل حاجه. قاعد على المتربع. هنخرج الفاصل وترجعوا لنا مره ثانيه. بعد الفاصل كنا شفنا بنات النادي الاهلي اللي كسبوا الحمد لله البطوله، اللي هم اكدوا فوز النادي الاهلي ببطوله الدوري المرتبط. نبارك لهم روم الف مليون مبروك. دايما النادي الاهلي المركز الاول، دايما في العالي، دايما الجماهير النادي الاهلي فرحانه بفرقها ان شاء الله في كل المجالات وفي كل الالعاب المختلفه في النادي الاهلي. كابتن علياء، لو رحنا دلوقتي احنا في الهاندبول بنقول الشوط الاول شوط اللاعبين والثاني شوط المدربين، انتوا عندكم 4 اشواط. 4. اي شوط من الاشواط بيكون دور المدير الفني موجود فيه؟ الثالث وطبعا الرابع. الثالث والرابع. كابتن سلعوة، انا رايي الـ4 اشواط. الـ4 اشواط المدرب بيلعب يعني من اول لما بتعمل القفز بيعتبر هو ده مفتاح او المفتاح الرئيسي بالنسبه للاثنين مدربين. فمن اولها بيبدا التفكير زي في الهاندبول. حضر عندك كابتن خالد من اول دقيقه وانت دماغك شغاله. بس احنا عندنا شويه الشوط الثاني اهم بالنسبه لنا. لا احنا عندنا زي ما برضو من الجامبول، بس اهم شيء لما زي ما كابتن علي قالت من الثالث والرابع، لان هو بيبقى فيه التركيز والمدرب بيبدا يركز على الخمسه اللي بينهي بيهم المباراه او اللي بيلعب يبدا يعني عامه نهايه المباراه هي اهم حاجه. من اول المباراه والتحضير للمباراه زي ما شفنا المدرب بيحضر على اللوحه. هو التحضير ده كل دي مكونات المكسب. كل دي مكونات المكسب. لازم نقول للجماهير ان معانا 2 مدربين فنيين النهارده كبار. معانا كابتن ايهاب الالفي بفوزه الكبير للـ4 بطولات السنه اللي فاتت، والناحيه الثانيه كابتن عمرو عاشور احد النجوم في التدريب في كره السله، كسب مع منتخب مصر كتير واعتقد كسب مع نادي سبورتنج كتير وبطولات كتيره وكسب مع انديه ثانيه اخرى. كابتن علياء، 2 مدربين فنيين النهارده كبار، قولي لي اللعب بينهم ازاي؟ لا اللعب بينهم هيبقى جامد. بين الخبره طبعا والشباب. اتفضلي. طبعا. لا هو طبعا بعد ماتش امبارح هيبقى في تفكير مختلف خالص للاثنين مدربين. يعني يعتبر لو انا قلت لحضرتك ان اهم الشوط الثالث والرابع، هو يعتبر امبارح الشوط الاول خلص او الربع الاول والثاني، النهارده الثالث والرابع. تمام. فالنهارده يعتبر شوط ثاني للاثنين مدربين بصرف النظر، وانا باكد لك ان كابتن ايهاب هيلعب عشان يكسب الماتش بصرف النظر عن البطوله. فالاثنين مدربين هيجوا مجهزين كويس جدا لبعض، فهيبقى الموضوع بقى انت هتلعب ازاي، الاهلي هيضغط، سبورتنج ازاي هيحاول يعدي من الضغط ده، لان امبارح الاهلي ضغطوا كويس جدا ما شاء الله. نجح. تعبوهم بالظبط، تعبوهم ونجحوا ان هم يضغطوا لغايه اخر الماتش. ده طبعا حاجه ترجع لكابتن ايهاب ان هو خلى عدد اللعيبه كبير جدا. مفيش اي تاثير بيحصل لو في لعيب خرج او هينزل بداله لعيب تاني. ده اللي فرقنا عن فريق سبورتنج، ان هم عندهم زي ما كابتن سلعاوي قال الخمس لعيبه وفي 2 كمان يعني 7 لعيبه، فبيحصل دروب شويه لما لعيب كبير مثلا زي مي حلوه تتعب او تطلع من الملعب. احنا عندنا مفيش كده، يعني احنا عندنا لو تغيير، عندك تغيير، عندنا دكه من على بعض، عندنا ناس اساسيين وناس احتياطيين. بالزبط. لكن في الاخر كلهم بيلعبوا. تاثير كابتن كريم صلاح او صالح مدرب خط الاحمد، اللياقه البدنيه بالنسبه للبيت عندنا. هو بس كنت عايز اضيف حته في النقطه اللي حضرتك سالت فيها كابتن علي، هي المدربين خبره والشباب وكده. انا اللي عايز اقوله هو المدرب النهارده اللي هينجح في تجهيز فرقته هو اللي هيبقى للمكسب من نصيبه. زائد يعني ايه تجهيز فرقته؟ يعني تجهيزها يعني تجهيز المباراه نفسيا. وازاي يمتلك زمام المباراه، وان لازم، واعتقد ان مهمه الكابتن ايهاب الالفي هتبقى اصعب من مدرب سبوحه كابتن عمرو اشور. ليه اصعب؟ لان النهارده
فرقه سبورتنج بتلعب ما عليهاش ضغط، ما عليهاش، هي كده كده تاني الدوري، فهي ممكن تبدع من خلال الجيم. لكن الاهلي عنده ضغط ان هو عايز ياكد مكسبه وانه يفوز بدون خساره، وان فلازم يكون في دوافع عند النادي الاهلي، في دوافع عند النادي الاهلي غير دافع نادي سبورتنج. نادي سبورتنج عايز النادي الاهلي يخسر، طبعا فدي من اهم الدوافع ان هو ما يخسرش، وان هو ياكد فوزه امبارح ان كان عن جداره، وان هو بيتسيد كره السله السيدات في قطاع السيدات، وان فدي تجهيز الفرقه من الكابتن الفي هتبقى اهم نقطه في النقاط النهارده. اسالك سؤال بصراحه جدا، لو انت مكان كابتن الاهلي الفي النهارده جوه الملعب المباراه تريح العناصر الاساسيه؟ لا. انت لسه عندك كام بطولات؟ لسه عندنا بطولتين مهمين، كاس وسوبر. لا خوفا من الاصابات، منعا عن اي حاجه. لا انا لو مكانه مش هقدر اريح، لان لازم ااكد زي ما قلت، انا دلوقتي تعتبر كسبان بالمرتبط، لكن انا لازم ااكد ان انا كسبان بالدرجه الاولى، زي وانا كسبان مرتبط انا متسيد كره السله على مستوى المرتبط وعلى مستوى الدرجه الاولى، فهلعب بقوتي. وفي ماتشات بعد كده، وفي فتره راحه، وفي ماتشات ممكن حضرتك تريح فيها، وممكن تدي فرص فيها هتكون على ارضك، لكن دي عباره عن مباراه من شوطين، شوط امبارح والنهارده الشوط الثاني. شوط امبارح احنا كنا متميزين لكن مش لدرجه الاجاده القويه، لكن النهارده احنا عايزين نثبت. احنا النهارده الخوف ان هم الفرقه بتاعتنا انها تعتمد على مكسب امبارح او تعتمد على ان خلاص الدوري انتهى، لا، لكن انا اعتقد هو كابتن ايهاب يقدر يجهزه بحيث ان هم يقدروا يبقوا ند قوي ويثبتوا فعلا احقيه النادي الاهلي بانه يكون بطل للمرحله دي. المرحله دي طبيعه اللاعب المصري، طبيعه اللاعب المصري. انا ما رضيتش سبقتني، ما رضيتش طبيعه اللاعب، احنا كلنا كده، طبيعه اللاعب المصري وهو كسبان يقوم مريح. بيريح. انت معشر البنات تقولي ايه؟ لا مش هيريح. متاكده؟ لا مش هيريح. مش عن قرب يعني؟ عن قرب لا مش هيريح، مش هيريح، وهم ما شاء الله ما شاء الله مش تعبانين. تمام. فهيكملوا النهارده. وانا برضو لو حضرتك سالت كابتن سلاعي السؤال، لو انا مكان كابتن ايهاب هنضغط، هيلعب لغايه الاخر، البنات هتلعب. وفعلا هو زي ما كابتن سلاعي قال ان فريق سبورتنج هيلعبوا باعصاب مرتاحه، علشان احنا، انا برضو من خبرتي القليله يعني، في ان في فرق كبير قوي، ربنا يخليك، في فرق كبير قوي لما اكون بلعب باسم النادي الاهلي، يعني انا بكون شايله على دماغي او لابسه فانيله النادي الاهلي. الجماهير لا ترضى غير بالفوز. يعني طبعا الجماهير، واحنا عشان ما عشان هقول دي حالا، القعده اللي احنا قاعدينها دي النهارده في الاستوديو ده، كل الناس عايزه الاهلي يكسب، ما فيش حاجه اسمها ان الاهلي يريح. بالظبط بالظبط بالظبط. فهم ما فيش راحه، هيلعبوا وبعدين مش قدام سبورتنج. يعني زي ما كابتن سلعاوي قال، انا ممكن اريح لعيبتي في فتره توقف هيبقى، وفي ماتشات كتير قوي ممكن الناس تريح فيها، بس قدام سبورتنج لاني كمان نفسيا انا مش عايز يعلى. بالظبط. مش عايز اقابله تاني. طبعا طبعا، كاس وسوبر طبعًا. اعتقد طبعًا. اخر بطولتين جايين للكابتن ايهاب الفي. بالظبط بالظبط. ولسه عندك قبل سبورتنج في سموحه، وفي يعني افريقيا في حاجه افريقيا اعتقد هيشترك فيها النادي الاهلي. لا مش هيطلعوا اعتقد السنه دي، اعتقد مش هيطلعوا السنه دي، مش هيطلعوا. فهو بس هيبقى مش عايز يعلي، فهو هيلعب وعشان يخلص فعلا متسيد. من رؤيتك لفكر كابتن عمرو عاشور، لان اثق ان هو مدير فني قوي جدا، قوي وكفء كمان، الدفاع او اللعب الضاغط بتاعنا بطول الملعب يقدر يضربه ازاي؟ لا هو يضربه بطرق كتير، واكيد هو جهز كويس جدا للموضوع كده. ده لازم نقول للجماهير النهارده ممكن يضربه ازاي طول الملعب. هو ممكن هو في طبعا طرق كتيره، بس هو لازم ينقل الكوره على طول من غير ما يعمل دريبل، ينقل الكوره على طول. نقل الكوره دي اول ما تطلع من تحت الباسكت يبتدي يحصل تقاطعات معينه. بالظبط. هو الاهلي بيلعب اول ما سبورتنج يسجل، اول ما الاهلي يسجل بيضغط على سبورتنج على طول من اول الخط، من تحت الباسكت. بالظبط من تحت الباسكت. فهو هيعتمد على ان هو لعيبه مي حلوه اللي هي كابتن الفريق، هي لعيبه بتلعب بوزيشن 4 ان هي بيفوت، بس هي هتضطر هي تعدي بالملعب، لازم هي اللي هتنقل من الملعب الاولاني للملعب الثاني، نص الملعب بتاع الاهلي. بالظبط. هي اللي هتساعدهم، هي مفتاح، اعتقد هي مفتاح نادي سبورتنج. بالظبط بالظبط. اقوى واحده تقريبا. اقوى واحده فيهم. كابتن سلعوه، من رؤيتك من بنات نادي سبورتنج ليهم مفاتيح لعب غير ما هي حلوه؟
لا في برضو الامريكيه بالنسبه لهم لسه ما ظهرتش امبارح. انا كنت قاعد مع كابتن عليا في المدرجات بنشوف لسه البنت ما قدرناش نحكم عليها بصراحه عليها. لان هي امبارح كانت متوسطه مندمجه مش مندمجه يعني ما كانتش في المود. هي بقى لها قد ايه مع نادي سبورتنج تقريبا؟ تقريبا نفس المده اللي معانا الاجنبيه بتاعتنا. لكن مي حلوه طبعا تعتبر ركيزه, وبعدين عندهم في اسرار وفي منة الله وفيها رنا نبيل, في اربع خمسه بنات كويسين بيقدروا يطلعوا ويعدوا. لكن امبارح انا اعتقد ان كابتن ايهاب الالفي فاجئ عمرو عاشور بالضغط من اول الملعب, فاربك حساباته شويه او اربك البنات, زائد ان انت الضغط ده لما بتقطع كوره او اتنين بيديك دفع اكتر انك انت هتقطع وتوقع احسن. فالموضوع مشي ان استمر النادي الاهلي في الضغط وقطع الكور. هم عندهم ثلاثيه في اكتر من لاعيبه بتشوت من مسافات بعيده زي مي حلوه وزي اسرار ورانا دي, والمحترفه بتشوت من مسافات بعيده برضو. فهم عندهم مفاتيح لعب كويسه. زي ما بقول لحضرتك هي فرقه كويسه, فرقه لسه ما يعني ما خدتش الوضع بتاعها ان هي تبقى في كفرقه جامده كفرقه قويه. لكن احنا امبارح سيدنا المباراه بفضل يعني الولاد بتوعنا كلهم كانوا فوق الممتاز. ريباوند متميزين احنا فيه, هلا مصطفى ورانا عبد الظاهر. لا و معنا كتير قلت غلط عندنا. لا لا لا, نور علي طلعت ونور علي طلعت نمره واحد نور, وعلى المحترفه نور علي طلعت رقم واحد في سواء في الاهلي او المنتخب ما شاء الله. طبعا هي بتمتاز جدا بالريباوند وبتعمل سكند شوت كويس جدا جدا. هي عندها توقع للكوره. معلش لازم نقول للناس يعني ايه سكند شوت؟ معلش يعني محاوله ثانيه لما تشوط يعني على الباسكت وتضيع تقدر تلمها تحط المحاوله الثانيه. تقدر تلمها تجيب المحاوله الثانيه. انا عايز اشرح للناس يعني ايه السكند شوت, دي حاجات مهمه انت. طبعا. فهي بتبقى المحاوله الثانيه لحد ان الاهلي شاط الكوره ما جاتش, يا اما سبورتنج هيلم الكوره ويهجم يا اما الاهلي هيلم الكوره ويسجل. تمام. فنور علي طلعت نمره واحد في مصر في الموضوع ده. هي عندها ما شاء الله توقع كويس جدا للكوره باتجاه الكوره بعد ما تنزل من الباسكت. بالظبط بالظبط, عندها توقع كويس جدا, ومعظم السكور بتاعها هي بتجيبه من المحاوله الثانيه من السكند شوت. كابتن سلعوه الثلاثيات رانا ودور الثلاثيات والناس كلها بتستمتع, الكوره بتشوط من بعيد وبتنزل الباسكت كده بتبقى حاجه كويسه. هي طبعا الثلاثيات بالنسبه للمدرب بتبقى عمليه زي عمليه ان هو المدرب نفسه بيبقى سعيد لما يكون عنده بنت او بنتين بيقدروا يسوبوا, لانها بتفتح له طرق لعب, بتفتح له الزون المنطقه دفاع المنطقه بتفتح له. فاحنا عندنا رانا عبد الظاهر بتشوط برده من مسافات, عندنا دينا برضو بتشوط من لا سوريا بتشوط من نص الارض لا بجد فعلا بتشوط من بعيد, بعيد جدا من بره الخط. بعديها كمان ما شاء الله بمتر مترين. ما شاء الله هي نسبتها احسن, نسبتها احسن, ما بتبعد نسبتها بتكون احسن. يعني كل ما تبعد عن الباسكت نسبتها بتكون احسن. بنت بصراحه مجتهده, بنت مخلصه بالنسبه عايز افهم ازاي بس ما جاش كابتن عذور دي لازم افهم كل الناس اللي بتشوفنا النهارده ازاي لما تبعد تنزل الكره في الباسكت. هي بتشوط من مسافات, هي متعوده او متدربه على انها بتشوط من مسافات بعد الخط الثلاث نقاط بحوالي متر او متر ونص, فدي بيصعب الدفاع عليها جدا جدا. الدفاع عليها بيبقى من اصعب ما يمكن. لكن هي بنت مكسب للنادي الاهلي, مجتهده جدا, اهلاويه جامده قوي معايا هنا. وبعدين غير اهلاويه كمان, هي البنت في الدور اللي قبل النهائي لما اتصابت احنا الماتش الفاينل الدوري العربيه كنا مش كويسين, ماتش المباراه النهائيه في الدوري العربيه احنا ما كناش كويسين. البنت عندها, هي بتحط نقاط, بتوزع على اللاعبات نقاط, بتباصلهم, بتقدر تطلع بتعدي الملعب في حاله الضغط. يعني البنت بصراحه عندها حلول في الملعب. البنت الثانيه اللي اسمها منار برضه عشان ما نديها حقها, اللي هي احنا جبناها من نادي سموحه, عندها ثلاثيات, عندها دخول قوي على الباسكت. بالنسبه للاثنين دول في هلا برضه لعيبه كويسه, هلا مصطفى عندها بتشوت وعندها ريباوند وعندها كويس. وبعدين في اللي هم البنت الصغيره اللي قلت لحضرتك اللي اسمها ملك دي اللي هي من 18
لكن معظم الفرقه فرقه مكتمله الحمد لله ما شاء الله، عناصر مكتمله، لكن هتك على سوريا. طب اعتقد من وجهه نظري يعني عايز برضه تصحح لنا الامور كلها ان هي تحت الضغط ما تقدرش تحط البوينت، لكن هي بتشوف الباسكت تقدر ترميها. الكلام ده مظبوط؟ هي تحت الضغط بالعكس، هي سوريا عندها تحب الضغط، ما عندهاش عينتين بس هي عندها ما شاء الله. لا لا هي فعلا هي عندها ميزه مش عند حد يعني في مصر كتير، ان هي بتكون وهي معاها كوره كشفه الملعب جدا، كشفه الاربعه الخمسه اللي بيعملوا ديفنس، كشفه الاربعه اللي معاها. لو هي راحت على الباسكت بتعرف تطلع الكوره، عندها باصات سحريه شويه بتعرف تطلع باصات سحريه، فبالعكس وهي بالعكس هي بتلعب تحت الضغط احسن يعني هي كل مضغط. اعتقد ان كابتن سوريا محور اداء، اضافه قويه جدا للنادي الاهلي. هي اضافه قويه طبعا. ومكسب وجودها في النادي الاهلي مكسب كبير جدا، وبعدين عندها شحن معنوي للبنات غير طبيعي. هي عندها روح ايوه روح عالية. وشحن غير طبيعي بالضبط. للبنات هي لما كانت قاعده معايا كانت لسه واصله يعني النادي، فكانت قاعده معايا لقاء هنا في في الاهلي الليله، فكنا بنتكلم معاها فقالت لي انا عايز انزل الملعب دلوقتي. هي ما شاء الله عليها. دي روح النادي الاهلي، هي دي بتتحمل الاصابه بتلعب بتاع، بس اعتقد الاصابه الاخيره اللي كانت في الدور العربيه ما كانتش تقدر تلعب. عايزين نقول ان جهاز النادي الاهلي النهارده او تشكيل النادي الاهلي النهارده الجهاز مكتمل الحمد لله. كابتن ايهاب الالفي المدير الفني، كابتن محمد جادر المدرب العام، كابتن عمرو صابر المدرب المساعد، كابتن موسى علي المدير الاداري، كابتن مشيره الرشيدي اداريه الفريق، وكابتن عبد الله عادل محلل تقني، ودكتور ياسمين الكيلاني اخصائيه علاج طبيعي، كابتن كريم صالح مخطط الاحمال. اللاعبات نقولهم سريعا برضو عشان الناس تبقى عارفه، كل الناس دينا عمرو، منار ابراهيم، نور الله، طلعت ساره مغربي، ثريا محمد، رانا علاء، رانا عبد الظاهر، هاله مصطفى، ملك هشام، جنه مصطفى، تقى جمال، والمحترفه ماريا كينج، ايناس خالد، نادين ابو الفتوح، زينب الزيني، هبه عبد الرحمن، بتول عادل، كابتن علياء. قولي لي الاعمار السنيه بالنسبه للاهلي وسبورتنج تقريبا متوسط العمر كام؟ يعني تقريبا بيتراوح بتقريبا 23. مين اكبر؟ تقريبا لا سنا ممكن سبورتنج اكتر، لان هم عندهم مية حلوه ومنة عوض شويه اكبر سنا، ما يعتبروش كبار بس كبار خبره يعني ما شاء الله. هم الاثنين منتخب مصر بقالهم فتره. احنا عندنا دينا عمر برضو نفس الكلام، هاله ونوره، فهم السن احنا اكبر، احنا ممكن نكون اكبر سنا شويه منهم. الفارق السني ده يعمل حاجه في مباراه النهارده؟ لا ما يعملش حاجه. هو احنا عندنا اكتر من لعيبه يعني يعتبروا كبار سنا في السن، بس في مجموعه كبيره من الناشئين، فالعمليه فيها توليفه كويسه بالضبط. بالنسبه لفرقه النادي الاهلي، ولكن فرقه برضو سبورتنج نفس فيها برضو اربعه خمسه كبار والباقي صغيرين، ففي عمليه توليف كويس بينهم هما الاثنين. لكن السن اعتقد ان احنا سن اعلى سنه او حاجه زي كده. طيب احنا دلوقتي هنطلع بس على سريعا على ملعب المباراه، ووصول من لحظات وصل لفريق النادي الاهلي قدامنا على الشاشات هيطلع لنا حالا دلوقتي كابتن علياء. بنتكلم على النادي الاهلي والمرحله القادمه اهو، ده وصول بس فريق النادي الاهلي. سيدات قدامنا على الشاشه موجود اهو، البنات والجهاز الفني والاداري والطبي وكل الناس، كل الامنيات الطيبه ليهم النهارده والتوفيق في مباراه نهائي دوري المرتبط. كابتن علياء لو قلنا كلمه في البطوله الافريقيه مع بصفه عامه، النادي الاهلي ما بيلعبش بطوله افريقيه، صعبه شويه البطوله دي ولا ايه؟ جدا صعبه جدا، لان بيبقى فيه من كل بلد افريقي فرقتين مثلا كويسين جدا بيبقى متقسم عليهم. يعني فرق انجولا السنين اللي فاتوا وفرقه انجولا بتلعبوا فاينل فرقتين انجولا. فهو الموضوع بيبقى صعب شويه في يعني تساعد انجولا للبطولات الافريقيه بالظبط. امتى نوصل؟ مهم جدا، عندنا محترفات دلوقتي. لما يرجعوا ان شاء الله بالسلامه يرجعوا بالسلامه، نادين ترجع نادين ترجع ان شاء الله بالسلامه مع وجود هاله مصطفى ونور علي طلعت، مع الموجودين، مع وجود محترفات
سواء البطولة بتقول بيبقوا اتنين محترفات او ثلاثة، ده اللي ممكن ان شاء الله، ومع استمرار ان احنا نشارك بس في بطولة افريقيا. يعني ما يبقاش الموضوع ان احنا بنشارك سنة وخلاص. يعني الموضوع هي مشكلة البنات كده، مشكلة ان هم بيشتركوا سنة ويبطلوا سنتين بالزبط. ويشتركوا دورة وبطلوا دورة. بس انا عايز اقول حاجة بالنسبة لفرقة انجولا، فرقة انجولا سواء الولاد او البنات، عايز تبصي على وشهم كده معلش تسلمي، تبصي على وش البنات اخبارهم ايه؟ لا البطولة مش خلصانة، البنات بتوعنا لا البطولة مش وشهم ايه؟ حماس روح وشهم مركز، وشهم مركز في الماتش. ماتش سبورتنج بصرف النظر حتى لو ماتش ودي، وصول كمان، وصول نائب رئيس النادي الاستاذ العمري فاروق نائب رئيس النادي الاهلي، ووصل وداخل للجهاز الفني والطبي والاداري مع كابتن ايهاب الالفي عشان يبارك لهم اولا بالفوز، وفي نفس الوقت يحضر مراسم تتويج فريق النادي الاهلي ببطوله دوري المرتبط سيدات. كابتن سلعوه اتفضل. اللي عايز اقوله بالنسبه لفرقه انجولا بالذات، انجولا سواء فرقه الولاد او البنات المنتخبات بتاعتهم او معظم الانديه بيتمرنوا وبيلعبوا في البرتغال، بيبقوا مدربين برتغال بياخدوهم بينقلوهم للدوري البرتغالي يلعبوا فيه الموسم، وبيرجعوا يتجمعوا مع المنتخبات بتاعتهم. الفرق هناك، فده بيرجع من المنتخبات على الفرق، الفرق بتبقى قويه جدا بالنسبه للبنات. على طول في معسكرات، على طول بيلعبوا الاولاد، على طول بالنسبه ليهم بتبقى افريقيا بتبقى سهله عننا، عننا احنا بنطلع كل فتره وفتره وكل على فترات بعيده بنطلع ببطولات افريقيا. فلو حصل انتظام في بطولات افريقيا مع استدعاء اللعيبه اللي خارج مصر هيبقى ان شاء الله هننافس وممكن نوصل كاس العالم، وخاصه دلوقتي بياخدوا خمس فرق من افريقيا. اتفرض علينا سؤال مهم جدا، ان منتخب الولايات في مصر خسر مع افريقيا التصفيات المؤهله لكاس العالم، خسر من الكاميرون في دور الاربعه في دور الثمانيه اعتقد، ويعني كسب تونس بعد كده خسر من الكاميرون، تقولي ايه؟ لا هو طبعا احنا كنا رايحين كل اللي فارق مع كابتن عمرو ابو الخير كان مباراه الكاميرون، كان احنا كان المفروض نكسب من الثلاث ماتشات ماتشين. لا احنا كسبنا اوريدي ماتشين، بس كان لازم تكسب الكاميرون حتى لو كنت الكاميرون، لان الكاميرون كانت اعلى منك. بالظبط كان لازم ماتش الكاميرون ده كان اهم ماتش، لو كنا وصلنا كنا دخلنا كاس العالم، بس لازم تكسب كونت الكاميرون. نفس الكلام، هم كانوا جايين طبعا مستعدين جدا ان هم ماتشك بالذات، يعني الماتش بتاعك بالذات. فهو نتيجه كان في اصابات، بالتالي احنا ما سافرناش كاملين، احنا سيبنا منتخب تونس كاملين. يعني عملنا ماتش كويس جدا قدام منتخب تونس، ممكن ده اللي خلانا نكون تعبانين شويه قدام الكاميرون، لان اللي ادوا بعد اكسترا تايم كسبنا تونس بعد اكسترا تايم، فممكن ده اللي خلانا شويه قدام الكاميرون، لان فرقه افريقيا مش بيتعبوا. احنا برضو لعبنا ثلاث ماتشات ورا بعض، طيب ماتش تونس على ماتش الكاميرون بالظبط ده اللي اثر معاهم. بالظبط تساوينا في النقاط بيننا وبين الكاميرون، لكن خساره 3 بونت فرق يطلعوا مصر من كاس العالم. هي المشكله كابتن خالد، المشكله بالنسبه لفرقه الولاد الخساره، احنا خسرنا هنا قبل ما نروح انجولا. ليه خسرنا هنا؟ لما كانت البطوله دي بنظام ثلاث مجموعات، مجموعه اتعملت في تونس، مجموعه في القاهره، ومجموعه في انجولا، نفس الفرق. احنا للاسف الشديد الماتشات بتاعتنا اللي كانت في القاهره كسبنا 1 من 3، ما استغلناش الفرصه. برغم ان الملعب كان مليان، جمهور كان موازر، الفرقه كانت كويسه، كسبنا كونغو، انجولا، وكسبنا المغرب. المغرب واخد بال حضرتك؟ فاحنا خسرنا من هنا. على عكس تونس، تونس كسبت اول 6 مباريات، تونس كانت من اول فرقه متاهله بصرف، ولذلك هي راحت بفرقه تعتبر زي الصف تاني بالنسبه للمجموعه اللي كانت في انجولا. لكن احنا خسرنا هنا، ما خسرناش في الكاميرون، وبرغم ذلك احنا كان عندنا فرصه ان احنا كان في نقطه، بس اعتقد ان يعني ما كانش الاولاد في يومهم يوميها. ما خساره 20 بونت خساره كبيره، لازم يتعادل حسابات صح، ولازم عاصم مرعي فرق مع الفرقة؟ طبعا طبعا فرق كتير. طبعا عاصم مرعي لعيب كبير، لعيب كبير ولعيب يعني عايز اقول يعني ترمومتر بالنسبه للمنتخب. اعتقد ان انا سمعت ان هو كان مصاب او حاجه زي كده، فاصابته اثرت، اصابه رامي جنيدي اعتقد برضه اثرت معاهم، لكن انا اعتقد ان في الاولاد كلهم قدوا، وفي الاولاد صغيرين قدوا كويس، ولكن
هي لازم بعد كده نستغل الظروف التي تتاح لينا. لو كنا استغلنا الثلاث ماتشات اللي في مصر كنا رحنا احنا انجولا مش محتاجين ماتش الكاميرون. عاصم مرعي لعب امبارح في الدوري التركي وقالوا ان هو اسباب مرضيه او اسباب اللي هو كان صحيه ما كانش مناسب، شايفه ان فيها حاجه بصراحه؟ والله انا من معرفتي الشخصيه بيه يعني انا لا يعني طبعا ما اقدرش اقول، بس لا ما افتكرش يعني، لان هو في الباسكت الاصابات يعني انت ممكن يجي لك ريكوست مثلا من المنتخب او المنتخب يطلبك، ممكن يكون في الوقت ده ساعتها النادي بتاعه شايف ان هو مصاب او ان هو مش هيعرف يلعب، ممكن دكتور تاني يقول له لا انت لازم تشارك، ممكن النادي يضغط عليه لا انت لازم تتعب. فانا بصراحه ما اعرفش يعني، انا القصه دي مش ما عنديش معلومات عنها، بس هو جه قبل كده لكن طبيعته انه ما يهربش. لا خلينا نقول كلمه مهمه ان عصام مرعي كابتن عاصم مرعي عفوا ان هو من اللعيبه الفايتر، اللعيبه المعروف عنها بادائها القوي جدا جدا جدا، لكن يوجد علامه استفهام ده مع اتحاد الباسكت وكابتن عاصم مرعي. وكلمات اخيره، لو كنت المديره الفنيه للنادي الاهلي تقولي لعبتك ايه قبل بدء المباراه بثلاث اربع دقائق؟ اقول لهم احنا لعيبه النادي الاهلي عندنا نهائي الدوري بتاعنا عايزين نخلصه بدون خساره، لازم نلعب بتركيز ولازم نخلص الدوري ده بصرف النظر عن نتائج المرتبط، ده دوري بتاعنا احنا وده ماتش سبورتنج، ولازم يلعبوا بحماس ولغايه اخر ثانيه، ما يعتمدوش على البطوله خلصانه. كابتن سلعوه، انا كل اقدر اقول للاعيبتي اقول لها ان الدوري لم ينتهي بعد، وان لسه النهارده تكمله لماتش امبارح لان هو المباراه شوطين، واي حاجه غير المكسب هتضيع فرحه الدوري بالنسبه للبهجه بتاعته. لكن الدوري اوكي رايح للنادي الاهلي، ان شاء الله رايح للنادي الاهلي، لكن اللعيبه لازم تعرف كويس جدا ان هم لازم يتسيدوا خلاص العرش، الدوري وتسيد العرش حاجه مهمه جدا على التوالي، لازم يكون كسبانين طبعا، لازم ولازم يكونوا كسبانين يعني المكسب شرط من الشروط برضو. خلينا من المكسب لمكسب ونطلع سريعا لكابتن احمد ابراهيم في هو مدير فني فريق ال 16 سنه ناشئات عندنا في النادي الاهلي، نشوف ايه عد مكسب المباراه وترجعوا لنا مره ثانيه مع زميلنا احمد كوان. شكرا لك زميل عزيز خالد العوضه، شكرا لموصول ضيوفك الكرام وكل متابعي شاشه النادي الاهلي في كل مكان. مبروك للنادي الاهلي بنهائي وبطوله الدوري المرتبط بنتيجه ابناء النادي الاهلي وشابات النادي الاهلي الذين تفوقوا على سبورتنج بفارق 3 اهداف في هذا المساء، لكن متعه واثاره. يمكن كابتن احمد ابراهيم مدير الفني سعيد ان انا معاك النهارده، بقول لك مبروك بطل لهذه البطوله، انت كمدرب 3 مرات والاهلي بطل لهذه البطوله 6 مرات، مبروك. الحمد لله ربنا يخليك، يا بطوله طبعا احنا ثالث سنه لينا دي الحمد لله. نعم النهارده البنات يعني كانوا، انا معايا بنات اول مره تلعب فاينل النهارده، فكان الموضوع بالنسبه لهم صعب. احنا المفروض احسن من سبورتنج، بس الحمد لله هما النهارده كانوا متوترين جدا، دخلوا في الجيم متاخر جدا، احنا طول الجيم زي ما حضرتك شفت باسكت بونت، لكن هم بصراحه مجموعه الجد رجاله جدا، وانا بشكرهم من خلال قناه الاهلي، واقول هي دي فرق النادي الاهلي متعوده على المكسب، والحمد لله، واللي جاي احسن ان شاء الله، اللي جاي احسن. اكيد المباراه كانت صعبه حتى بدايه الشوط الاول انتهى ايكوال. هي فرقه محترمه جدا، ومعاهم كابتن طارق صبحي مدرب محترم جدا، وانت ما تقلقش من الفرقه على قد ما تقدر، المدير الفني مدرب محترم جدا عارف يلعب فرقته. فاحنا كنا عاملين حسابنا على الجيم، بس انت عارف مع البنات مع الخوف بتبدا تنسى شويه، يعني هم النهارده مع شويه الخوف والخضه نسوا، يعني نسوا التعليمات كلها، لكن الحمد لله على قد ما قدرنا رجعنا للجيم وعلينا عليهم 4 بونت 5 بونت يجيبونا الحمد لله. اصعب لحظات الجيم ايه؟ في الاخر انت عارف، انت ممكن بنت الكره في ايديها تضيع منها يعني، الحمد لله طبعا الحمد لله هم نفذوا في الاخر كويس قوي، يعني هم جم في الاخر ابتدوا يبقوا مركزين اكتر، يعني الحمد لله طلبنا تايم اوت، لعبنا كره من نص ملعب بتاعنا عشان ناخد الهجمه كامله، الحمد لله نفذناها، بس هم استعجلوا فيها كمان، فالحمد لله. لا بس في النهايه هم يستحقوا ان يكونوا ابطال هذه البطوله. لا هم كمان بنات مضغوطين بقالنا فتره، انت عارف الدوري مرتبط كل يومين ماتش، فهم البنات عليهم ضغط جامد جدا، انت بتصدق تخلص ماتش منين؟ ما بتريحش، لان انت بين يومين وماتش، فمش هتلحق تريح كلعيبه،
فالموضوع صعب جدا برضه يعني. وبيخليك برضه انك كلين شيت ما خسرتش ولا مباراه، فده انجاز في حد ذاته. الحمد لله، الحمد لله، ربنا يخليك. ودايما كده معانا قناه الاهلي في كل انتصاراتنا ان شاء الله، والدرجه الاولى ان شاء الله تكملها ان شاء الله وتكسب. احنا طبعا هنا دور بطولته مرتبط، بس الاهلي ما بيعرفش خساره، والاهلي اكيد هيلعب على مكسب. وانا بقول الحمد لله وبارك لمجلس الاداره كله واللعيبه، وبقول لهم متشكر جدا على المجهود اللي انتوا عملتوه معايا، واستحملوني كتير في زعيق وسخيف، لكن هم قد المسؤوليه، وانا بشكرهم من خلال قناه الاهلي يعني. شكرا. حديث مهم جدا لكابتن احمد ابراهيم المدير الفني لفريق شبات. وطبعا الاهلي في هذه المساء، الاهلي توج بهذه البطوله بكلين شيت لكل المنافسين الذين واجهوا الاهلي منذ دور 16 حتى الان. يمكن عوده لك زميل عزيز خالد العوده، ولك بكل جديد اول باول. شكرا زميلي احمد كوان من ملعب المباراه، فعلا معاك الجديد ومعاك كل حاجه، وجايب لنا تقريبا الاجواء من كل الاتجاهات، من خارج الملعب ومن داخل الملعب. كابتن سلعوة، لو كنت المدير الفني لنادي الاهلي تبدا بخمس لاعبات، هم مين واي اسلوب او اي طريقه دفاع؟ انا ابدا بدينا عمرو. كويس. كابتن الفريق اللي هي رمر 10. تمام. وابدا ب هيبدا برضو برانا علي، علاء كصناعيه لعب، ونور علي طلعت وماريا لعبات ارتكاز 4 و5. واعتقد ممكن يبدا بمنار، تبقى منار. تبقى الخمسه بتاعتهم يعني، نور ورانا وماريا ومنار. تمام. هو امبارح بس، هو امبارح بدا بالبنت اللي هي تحت 18 سنه اللي اسمها ملك. عملت ايه معاها؟ كانت كويسه البنت، هايله هايله البنت، كانت كويسه وهايله. بس انا اعتقد ان النهارده ممكن يغير، يدخل مكانها منار ده، وتملي هو بيسيب سوريا لغايه لما يقعد ويشوف ويستكشف المباراه ماشيه ازاي، ويبدا يدفع بسوريا ويدفع بهاله ويدفع ب ساره. ممكن نقول ان هو عايز يخلص المباراه من بدري. ممكن، ولا لا شيء طبيعي من بدري. لا لا لا، شيء طبيعي ان كل مدرب هدفه انه يخلص المباراه. انه انا ابدا واضغط واحط نقاط، فالنقاط دي هتعمل احباط للفريق الثاني، فهبدا انا اتسيد الموقف، وفي الاخر خالص ابدا اغير وانزل الناس، لانها تبار النهارده عن فرحه، فلازم كل الناس تشارك فيها. قولي لي لو كنت بقى مكان كابتن عمرو عاشور، خمس لاعبات من سبورتنج يبداوا المباراه اللي فيها ضغط من النادي الاهلي بطول الملعب زي ما انت قلتي. هو هيبدا بمية حلوه طبعا كابتن الفريق، هيلعب اسرار ورنا عشان يقدر يعدي الضغط ده. هما الاثنين يعتبروا صانع العاب، بس تقلي هيبدا بيهم الاثنين عشان يعرفوا يعدوا من ضغط الاهلي. ومن عوض واشلي المحترفه. واشلي وتيلي مي حسين او مي او مي حلوه، مي حلوه واسراء وبنت الله والمحترفه، مين خمسه؟ اسرار ومي حلوه ورنا ومن عوض واشلي. تمام، هما دول الخمسه اللي يبداوا بيهم. يبدا بيهم، قولي لي دافع ازاي على النادي الاهلي، ندافع ازاي على الهجوم القوي بتاع النادي الاهلي؟ يدافع، هو مبدئيا هيدافع من نص الملعب، مش هيعرف يضغط الملعب كامل، هيبدا يلعب اللياقه البدنيه ولا بدنيه ان احنا بالزبط. اقوى بالزبط. ما يقدرش بالظبط، لان هو هيبقى مضغوط عليه، سبورتنج هيبقى مضغوط عليه، فهيبقى هو في الدفاع مش هيعرف يعمل مجهود في الهجوم وفي الدفاع بتاعه على طول الملعب. طب عايزك تقولي لي يعني بس بالارقام او باسلوب الدفاع عشان الناس بس تعرف معانا. ايه اسلوب الدفاع لغايه نص الملعب، بتسموه ايه في الباسكت؟ بنسميه هاف كورت، يا اما بقى مان تو مان، يا اما زون ديفنس، حسب فرقه الاهلي باديه. يعني لو رانا عبد الظاهر من الاهلي هتكون الوقت اللي رانا هتلعب فيه صعب ان فريق سبورتنج يلعب دفاع منطقه اللي هو زون ديفنس، لان رانا بتشوط كويس ثلاثيه. بالظبط. كده كده لو سوريا وقت ما سوريا لعبت هيكون طالع شويه بحد معاها، عشان زي ما قلنا سوريا بتشوط من بعيد، فهيبقى طالع عليها بحد شويه، بس حسب الناس اللي بتشوط من بره. لان لو الاهلي لعب باثنين او ثلاثه شويطه من بره صعب ان السبورتنج يلعب دفاع منطقه، فهيلجا ان هو يلعب عليهم رجل لرجل او مان تو مان. تمام. لو نادي سبورتنج لعب سهل اتفضل. بس ملخص الكلام اللي قلته ان هو الدفاع في كره السله بينقسم ثلاث اقسام. تمام. دفاع بطول الملعب كويس. يعني من اول ما الفرقه من تحت الباسكت، من تحت الباسكت لغايه ما ارجع ورا بيتي، واخد بال حضرتك ازاي، او دفاع من نص الملعب او دفاع من على المنطقه
ثلاث انواع من الدفاع. كويس. اوكي. لما بيبقى من اول ملعب لف نص الملعب لاخر الملعب عشان نسهل على الساده المشاهدين شرح طرق الدفاع اللي بتبقى موجوده. بتتغير من طريقه رجل لرجل او ان هي اللي هو زون ديفنس او ان هو التمركز الخمسه في المنطقه تحت الباسكت تحت او ما يسمى بالبيت بتاع الفريق الخصم. اسالك سؤال بره الموضوع خالص بقى، ايه الفرق بين الباسكت ايام حضرتك وانت بتلعب وانا بتفرج عليك شخصيا بستمتع بيك؟ يعني فاكر لوس انجلوس وهداف لوس انجلوس وحاجات عظيمه حضرتك عملتها، قول لي ايه الفرق بين الباسكت زمان والباسكت دلوقتي؟ الباسكت دلوقتي عشان ما نكدبش، الباسكت دلوقتي اتطور وبقى كله عن طريق الكمبيوتر ممكن وانت قاعد والنت والخطط احنا ايام الباسكت بتاعنا كنا احنا بنحب وما خدناش فلوس لكن خدنا حب الناس، خدنا شهره، خدنا كنت وزمعك. وصلنا اثنين اولمبيات وصلنا اثنين كاس عالم ومعظم لعيبه الباسكت اللي هم الجيل بتاعنا سافروا عن الكوره حتى وعن الالعاب الثانيه. لكن دلوقتي الفلوس هنقول بقى دلوقتي الفلوس دلوقتي العصر الذهبي العصر لسه هقول لك دلوقتي العصر الذهبي بصراحه للهاندبول ماشي بخطه عالميه بصراحه ويعتبر من الالعاب الجماعيه اللي قدرت يعني انا يا ريت يعني بدون زعل ان الباسكت والكوره والطايره يحزوا حزو اتحاد الهاندبول بصراحه كاتحاد وكلعيبه وكبطولات وكسيستم وكنظام وكاحتكاكات وكمعسكرات يعني بصراحه حاجه وعقد رعايه جديد وفلوس جديده والدنيا اتطورت على الدنيا جدا جدا اتحاد الهاندبول. طيب خلينا نرجع اتحاد الهاندبول شويه ونتكلم برضو في الباسكت. حضرتك لو عايز تخترق دفاعات نادي سبورتنج كمدير فني النادي الاهلي هنخترق منين وهنلعب هنركز عليه مع اللعبات بتاعتنا؟ انا اعتقد ان احنا لازم نخترق دفاع سبورتنج عن طريق السرعه. انا شايف ان احنا امبارح بناء على لما اتفرجنا وكنا بنتناقش انا والكابتن علي ان احنا اسرع واحنا بدنيا احسن ومعدل السن عندنا اللي بالنسبه للخمسه اللي موجودين بيقدروا يجروا، ممكن نجري عليهم نجري على الفرقه الثانيه ناخد فاست بريك او ناخد الريباوند او لم الكوره عن طريق نور او الامريكيه وتطلع الكوره بفاست بريك او عن طريق الشوط من المناطق اللي هي متوسطه واحنا نجدها زائد الاختراقات. عندنا اكتر من لاعيبه بتقدر تخترق ودفاع اللي بيلعبوا نادي سبورتنج امبارح كان مركز جدا انه يلعب زون ديفنس معظم الوقت يقفل على مفتاح مين عندنا انا لو مكان هقفل على سوريا كمفتاح وعلى نور علي طلعت اقوى اثنين او هما مفتاحين اللعب واحده من بره واحده من تحت الباسكت. قولي لي لو كنت مدير فني سبورتنج مكان كابتن عمرو هتقفلي على مفتاح لعب النادي الاهلي ازاي؟ ان انا هنا سوريا ونور كابتن سعود العكس بقى لو انا هقفل لو انا الاهلي هقفل ازاي على سبورتنج قصدك؟ مي حلوه مي تمام مي حلوه من عوض امبارح كمان ما كانتش فايقه من عوض لو لعبت هيبقى احنا كنادي اهلي مش عايزين كده لكن ما شاء الله ربنا يحفظهم ويحميهم لا ربنا يحفظهم ويحميهم كلهم بس احنا لازم كابتن ايهاب لازم هيبقى النهارده عامل حسابه ان المحترفه زي ما كابتن سلعوي قال المحترفه امبارح ما عرفناش نشوفها قوي ومن عوض لعيبه كبيره جدا في المنتخب فلازم هيتقفل عليها النهارده واسرار سبورتنج عنده ثلاث لعيبه هم دول الكي بلايرز بتوع نادي سبورتنج لازم يتقفل عليهم ثلاث لعيبه لازم يتقفلوا عليهم لو قفلنا مفاتيح اللعبه دي خلاص النادي الاهلي شكرا المباراه تعدي سهل بس انا احساسي إن مش كده الماتش ده مش سهل لكن لا بصي مهما كان الفاينل لازم فاينل كل الفرق بتلعب فاينل دوري والفرقه الثانيه كسبانه فبيلعب بروح مختلفه تماما بالظبط عملناها قبل كده في وقت من الاوقات الاثنين يعني عديت المنظرين قبل كده لا والاحساس اللي انت قلته في اول الحديث ان اللعيب المصري او اللعيب لما بيتاكد ان هو ما كسبان او كده بيحصل له حاله من الخموله والتراخي شويه دي حقيقه ان شاء الله مش هيحصل في جميع الالعاب لكن ان شاء الله النهارده ما يحصلش يعني ونقدر ان شاء الله ان شاء الله مش هيحصل انا عن نفسي متفائل وان شاء الله مش هيحصل وهنكسب باذن الله لا انا عن نفسي مش هيريح مش هيريحوا انا ان شاء الله عندي احساس انها تكون مباراه سهله ان شاء الله. طب خلينا نخرج للمحاضره الفنيه قبل المباراه معانا على الهواء وحديث مع كابتن ايهاب الالفي في قبل المباراه على طول هنروح لزميلنا احمد كوان في ملعب المباراه وكل الشرطه دي كلها يجروا عليهم شويه
خدت بالك؟ بيعمل ايه بقى قول لنا؟ ان هو بيجري بيقول لهم لم الكوره واجري اجري يعني نفس الاسلوب اللي حضرتك قلته هناخد طول الملعب معانا كله. ايوه والله لا في الـ في الـ في الهجوم هو قصده في الهجوم كمان يعني احنا في الدفاع هنضغطهم في الهجوم عايزين نجري هو الخطين الكابتن اللي معلمهم دول بالظبط دول الاثنين جناحين بتوعنا يعني هنعتمد نوره اللي هم هيبقوا منار طبعا في ناحيه منار لعيبه منار ودينا عمرو لوحه تاني بالظبط وعندنا طبعا هاله كانت اللي هو كابتن سلاوي قال ان هي كانت بتلعب في امريكا والكلام ده الخطين اللي جنب اللاين اللي بيجروا الوشوش لا بالعكس عشان هم عارفين ان ده ماتش سبورتنج تمام خلاص انت بتطمنينا ماشي لا 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 تمام ان شاء الله اهو طيب. ده حماس كل اللي بيتقال ده حماس اهو فعلا اهو بداوا كلهم الاداريين والجهاز كله بالزبط. حماس وروح للاعبين والفتحه الكريمه يعني قبل المباراه في غرفه الملابس لنزول لارض الملعب كابتن سلعوة قول لي هنقفل على اسرار وهنقفل على مي حلوه والمحترفه منا طلعه هل في ناس ثانيه في نادي سبورتنج يقدروا يقلبوا موازين المباراه؟ لا ما اعتقدش هم دول المفاتيح اذا حد قدر فهيقدر للحظات فترات صغيره جدا وممكن يقدر الكابتن ايهاب يلاقي لها حل ساعتها لكن دولت المفروض ان انا بركز عليهم من بدايه الجيم ان مثلا واحده زي مايا حلوه عندها شوطه متوسطه شوطه من ثلاث نقاط بتعرف تروح عندها دهاء وخبره لعيبه متمرسه بقى لها فترات طويله لكن الاولاد الصغيرين لو حد ظهر في انه جري مثلا على الباسكت حط باسكت او شاط شوطه جابها او كده ممكن هيلاقي لها دواء وهتتعالج في وقتها جوه ارض الملعب طبعا قولي لي يا كابتن علياء المحترفات بصفه عامه في الدوري المصري اثروا في الدوري المصري للسيدات للسيدات اثروا يعني انا زي ما قلت لحضرتك احنا كم محترفه في اهلي وسبورتنج وسموحه محترفه سموحه كانت اكس دبليو ام بي اي فتعتبر كانت بتلعب في الدوري الامريكي محترفات كويسه جدا شفتها اتفرجت عليها امبارح محترفه سبورتنج انا بصراحه شفتها انا وكابتن سرعاوي امبارح قعدنا مستنيينها يعني نشوف ايه اللي هيحصل تشوفي الجديد عندنا بالظبط بالظبط ما قدتش بس هي شكلها لعيبه كويسه يعني لسه هيطلع منها ما نقدرش نحكم عليها من ماتش بينها وبين سبورتنج بالظبط ما نقدرش نحكم عليها من ماتش او كانت مريحه فتره ولسه بالظبط يعني او كانت يعني او هي لعيبه كويسه عشان ما نظلمهاش وقد تكون مريحه ولسه بادئه يعني تبدا هنخرج سريعا الى ملعب المباراه مره ثانيه مع زميلنا احمد كوان ولقاء مهم جدا قبل المباراه مع كابتن ايهاب الالفي المدير الفني للنادي الاهلي. شكرا لك يا زميل عزيز خالد العوضي من داخل غرف ملابس النادي الاهلي لشابات كره السله فيرست تيم النهارده يسعد ان يكون معك كابتن ايهاب الالفي المدير الفني بهنيك قبل بدايه المباراه خلاص الفوز النهارده اصبح مستحق للنادي الاهلي الشابات اثروا عليكم المسافات بالفوز بفارق ثلاث اهداف او ثلاث نقاط على سبورتنج لكن شفت من النهارده من جلستك مع البنات خلاص انتوا ابطال ولكن في النهايه ابطال بنتيجه ده عجبني فيك الحمد لله رب العالمين اولا مبروك ده البنات تعبوا بحي الصغيرين ان هم خدوا الجيمين احنا الحمد لله امبارح عملنا جيم كبير على سبورتنج كنا ليد من اول المباراه البنات كانوا مركزين جدا بعد فوز ال 16 سنه ان احنا نكسب ونبقى عندنا ادفانتج على نادي سبورتنج النهارده فبالتالي لما الصغيرين احنا عايزين ماتش من الاثنين فالصغيرين خلصوا والنهارده ان شاء الله نكمل والحمد لله قناه متعوده بقى لنا سنتين ان هي بتذيع الماتشات المرتبط للبنات فده ان شاء الله هيكون حافز ليهم ان هم يلعبوا باسكت بول النهارده بنلعب من غير بريشر لكن قلت لهم النهارده نلعب باسكت بول نوري جماهيرنا ونادينا باسكت بول سيدات رايح فين بعد ما عملنا اعداد كويسه للبطوله العربيه فان شاء الله النهارده نكمل بالتتويج وان شاء الله يطلعوا يسلموا الكاس والميداليات ان شاء الله وهم كسبانين باذن الله. باذن الله هروح معاك سريعا يعني حاجات يمكن الناس بتاخد بالها من التفاصيل. الاهلي بطل لهذه البطوله ست مرات وبيحافظ على لقبه، الاهلي مسيطر لهذه البطوله دي، انت يرجع للنواه اللي اتنشات جوه النادي الاهلي والغريزه انه لازم يكون بطل وقدر اي لاعب او لاعبه انها تلعب في النادي الاهلي لازم تكون بطل، تتفق معايا في ده؟ هو طبعا هو دي شخصيه النادي الاهلي هو ده اللي اشتغلنا عليه من بدايه ما مسكت الفرقه ان لازم شخصيه النادي الاهلي تعود للباسكت بول سيدات او لكره السله سيدات
كنا في غياب بقالنا سنوات قبل كده، لكن الحمد لله شخصية النادي الأهلي البنات حفظوها وعرفوا يعني إيه روح الفانيلة النادي الأهلي والإصرار على المكسب، وإن البطولة التاريخ خلاص. احنا انا قلت لهم النهارده خلاص انتوا بطل المرتبط، النهارده هنلعب باسكت بول، لكن احنا خلاص هنتحضر للكاس والدوري. هو ده اللي اتعلمناه في النادي الاهلي، وهم بصراحه من اول يوم وهم اشتغلوا على كده، واجتهدنا وضعفنا عدد ساعات التدريب اللي بيها دلوقتي الحمد لله ان هم زي ما انت بتقول ان هم سادس بطوله أو سادس بطوله ليهم مع اداره المرتبط، فدي حاجه كويسه وان شاء الله يستمروا. لا منه النهارده بس شويه ان هم يعني خلاص يعني بعد فهيخشوا يعني النهارده يعني خلاص احنا كسبنا كوتش، فشويه التركيز اتمنى ان هم في تركيزهم عشان يلعبوا الباسكت بول اللي تعودنا عليه. شكرا. يمكن حديث مهم كابتن ايهاب الالفي قبل بدايه المباراه حصريا من داخل غرف الملابس، لك الكلمه زميل العزيز خالد العوضي. شكرا زميلي العزيز احمد كوان من ملعب المباراه. هنخرج فاصل وترجعوا لنا مره ثانيه. مستمرين معاكم جوه اجواء مباراه الاهلي وسبورتنج فاينل دوري مرتبط اللي ربنا كرم النادي الاهلي بالبطوله. نقول لهم الف مليون مبروك ليكم دوري المرتبط سيدات. هنطلع لتقرير مع زميلي، لقاء مع زميلي العزيز احمد كوان من ملعب المباراه ومدير النشاط الرياضي كابتن رؤوف عبد القادر، هنشوف يقول ايه ونبارك له على الهوا بالفوز ببطوله دوري المرتبط. يمكن فرحة كبيرة جدا لكل جماهير الأهلي وخصوصا متابعي وعشاق كرة السلة. سعيد أن يكون معي كابتن رؤوف عبد القادر. كابتن رؤوف مدير النشاط الرياضي، يمكن النهاردة الأهلي كعادته بطل البطولات في السلة في الطايرة في اليد في كل الأنشطة. النهاردة الأهلي بيتفوق على سبورتنج بفارق كبير سواء في الناشئين أو الشابات، وكذلك فيرست تيم أمس، والنهاردة الشابات بيتفوقوا بيدخل الفيرست تيم بأريحية. فرحة كبيرة جدا للنادي الأهلي كنا كلنا متوقعينها. يا بقول ألف مبروك لجماهير النادي الأهلي. فريق الباسكت من السنه اللي فاتت يمكن عرف طريق منصه التويج، فاز باربع بطولات السنه اللي فاتت، والحمد لله السنه دي بيقدم عروض كويسه جدا. طبعا ما ننساش برضو دور مجلس الاداره في دعم هذا الفريق بصفقتين اعتبروها من العيار الثقيل، بالاضافه للاعيبه محترفه امريكيه طبعا، وفضل الجهاز الفني والاداري والطبي اللي متواجد معاه. بقول ان بالرغم ان احنا نعتبر ان احنا فزنا بالبطوله قبل هذا اللقاء، ولكن الحقيقه كما عودنا جماهيرنا ما ينفعش نهائي. باذن الله ربنا يكرمنا ونلعب لغايه اخر نقطه عشان نكسب. ما ينفعش حتى لو احنا متواجدين من غير ما ننتصر في المباراه النهائيه، وده الكلام اللي احنا قلناه للعيبه، وباذن الله يكون عند حسن الظن. شكرا. يمكن حديث مهم جدا كابتن رؤوف عبد القادر مدير قطاع النشاط الرياضي للنادي الاهلي. اللاعبين يجب ان يفوزوا حتى لو كانت البطوله قد انتهت من الشابات الى المباراه النهائيه لحظات. سنتابع تتويج باذن الله النادي الاهلي وهو يفوز على سبورتنج كعادته. لك الكلمه زميل العزيز خالد. شكرا زميل العزيز احمد كوان من ملعب مراه، واللقاء مع كابتن رؤوف عبد القادر المدير النشاط الرياضي للنادي الاهلي، وهو بيتكلم عن الفريق وتتويج الفريق بالبطوله. نتمنى كل فرق النادي الاهلي تتوج، لان جماهير النادي الاهلي لا ترضى الا بالمركز الاول. كل امنياتنا لكل الفرق السنه دي بعمل موسم زياده حصاد وزياده بطولات للنادي الاهلي. كابتن علياء، بدانا الماتش اللي فات الجزيره وصباح خلص وبدا التسخين للفريق وبداوا ينزلوا الارض الملعب وكلام كثيرا على المباراه، لكن انا برضو هرجع واكلم في نفس النقطه اللي حكينا فيها مهمه جدا اللي هي طبيعه اللاعبين. انت قلتي لا اللاعبين مركزين ازاي؟ تعرفي ازاي بحكم خبرتك؟ لا اعرف من لو هم مريحين هيبان على وشهم. هم كويس. مش مريحين. هم مركزين، عندهم التركيز بتاع الماتش، مركزين مع كابتن ايهاب جدا، فهو واضح من شكلهم ان هم الموضوع ما خلصش بالنسبه لهم. بس انا احب يعني انا بقول لحضرتك هم مش هيريحوا،
بس ولازم يعملوا حساب كويس جدا لكابتن عمرو عاشور وفريق سبورتنج، لان سبورتنج كمان هيبقى بيلعب، انا عايز اكسب اكون كسبان الماتش ده من معرفتي لفرقه سبورتنج. وكابتن عمرو عاشور طبعا لازم نعمل الف حساب طبعاً. بس هطير لملعب المباراه مره ثانيه مع زميلي احمد كوان ثواني يا كابتن عشان نطلع عليه معاه لقاء مهم جدا، عفوا مع لقاء مهم جدا مع كابتن محمد عبد المطلب زميلي احمد كوان، اتفضل لك الميكروفون. بشكرك زميل عزيز خالد، وبشكر كل ضيوفك الكرام وكل متابعي شاشه النادي الاهلي في كل مكان. هي سهره كره السله في هذا المساء، ويسعدني ان اكون معي نجم السله ونائب رئيس الاتحاد المصري. شايفك النهارده شيك هذا المساء. نائب بس فلازم نتشيك عشان الجمهور وبتاع. اكيد. طب في نيه للجمهور هيرجع؟ والله ان شاء الله احنا بنخاطب بالامن وان يبقى فيه جمهور. الدنيا بقت احسن، يعني الاستقرار موجود الحمد لله، والكره سمحت بدخول الجمهور. اتمنى بقى نشوف الجمهور في ملاعب السله. يمكن الفتره اللي فاتت دي ما لحقناش ان الجمهور يكون متواجد في النهائي دوت، بس ان شاء الله النهائيات الجايه هيبقى فيه جمهور ان شاء الله. لكن النهارده الاهلي توج بالبطوله للنشابات وخلاص سهل مهمته للفيرست تيم. اجواء البطوله كانت مختلفه، تنظيم محترم بحييكم عليه، انتوا كمجلس اداره سعداء بهذه اكيد النتائج والمنافسه القويه جدا من الفرق. ايه الفرق اللي تتمنى ان هي تزاحم الاهلي وسبورتنج من وجهه نظركم يعني؟ بص احنا بقى لنا يعني فتره 3 4 سنين اهلي سبورتنج اهلي اهلي سبورتنج، على استحياء بيظهر سموحه شويه جزيره شويه، الصيد كان موجود بس للاسف فقد عناصر كتيره منه اما للسفر او الانضمام للنادي الاهلي. اتمنى رجوع الجزيره تحديدا، سموحه يدخل اكتر في المنافسه، هليوبلس والصيد لو متواجدين اعتقد المنافسه النسائيه تبقى اقوى، كله بيصب في مصلحه المنتخب. النهارده نهائي تقليدي يعني ديربي بقى معروف، الاهلي وسبورتنج هم اللي بيلعبوا فاينلز مرتبط كاس نهائي. اتمنى يعني بدون يعني حساسيات اتمنى اشوف حد تاني في النهائي اكيد هيضيف لكره السله. بس قبل ما تيجي كنت متوقع فوز الاهلي؟ يعني بص كل التوقعات كانت تشير ان الاهلي هو يعني اللي كفته ارجح، خصوصا ان المرتبط بتاعه اقوى شويه من سبورتنج، خلصوا الماتشين والدرجه الاولى امبارح كسبوا الماتش فريحوا الموضوع. النهارده مباراه يعني تحصيل حاصل، لكن اعتقد ان سبورتنج عنده هدف ان هو يكسب يعوض خساره امبارح ويقول ان هو كفريق درجه اولى السيدات ان هو يقدر ينافس، لان دوري ممتاز بقى ما فيهوش نتائج المرتبط تحت 16 سنه. فاكيد النهارده هيبقى عنده تارجت ثاني على يعني على المدى البعيد ان هو يقول ان انا حاضر انافس على بطوله الدوري الممتاز. اكيد. اخيرا وليس اخر يعني، اتفضل كابتن خالد عاوز اساله سؤال يعني. اتفضل. سمعتك كابتن خالد، اتفضل عاوز تساله سؤال. بقول لك ما تسال. لا هسالك كابتن كابتن عبد المطلب، عايز اسال كابتن عبد المطلب عن، معلش احنا بره الموضوع شويه بس عايز اساله عن منتخب مصر وادائه في البطوله الافريقيه، يقول رايه ايه والخروج من الكاميرون بفارق 3 بونت. قدر كانوا متعادلين في النقاط لكن خسر ب 3 بونت. تمام. هو السؤال خارج المباراه، خارج المقرر. هو بيتكلم على المنتخب وخروجه في البطوله الافريقيه وماتشه مع الكاميرون، رايك في هذه المباراه، تقييمك لاداء المستوى الفني لهذا الفريق في الفتره الحاليه؟ بص واحد، مصر لم تتاهل لكاس عالم، يعني احنا عايزين نحط شويه نقط كده. مصر لم تتاهل لكاس عالم، مجلس الاداره يتحمل النتيجه كاملا. كويس. عندنا اجتماع مبدئي يوم السبت لتحليل النتيجه والوقوف على الموضوع. طبعا هيبقى في قرارات بالنسبه للجهاز الفني. هو مهمته انتهت، لكن برضو اعتقد ان مجلس الاداره هيطلع بتصريح الفتره القادمه. انا مش عايز اتكلم على مباراه الكاميرون، مباراه الكاميرون تحديدا خارج المقاييس، لان المنتخب لعب ماتش كويس جدا قدام تشاد ولعب ماتش كويس جدا ونتيجه هايله قدام تونس. ماتش الكاميرون انا شخصيا كنت هنا في مصر ما اعرفش اللي حصل، لكن النتيجه بتقول ان في خلل في تجهيز الفريق، اذا كان بدنيا اذا كان نفسيا اذا كان معنويا، يعني مش عارف الحقيقه. المحصله ان هي ان احنا خسرنا ولا بنتاهل، لكن المنتخب دوت متوسط عمره، احنا بنتكلم متوسط عمره قليل جدا، قدامه كتير، كان في عناصر مش موجوده، عاصم مرعي، عمرو الجندي لظروف الاصابه، يعني بانضمام اللعيبه المصريين الموجوده في الخارج تحديدا في الولايات المتحده الامريكيه ورجوعهم للمنتخب زي ما حصل مع اللاعب انس محمود، مع وجود خطه بقى طويله ان احنا هنبتدي ننافس من 2021 على تصفيات كاس العالم 2023، اعتقد الرؤيه هتبقى مختلفه. المجلس الاداره ابتدى يفكر او ابتدى يحط ايديه على احنا هنشتغل ازاي، مجرد ان احنا هنكتب الاستراتيجي اللونج تيرم استراتيجي بتاعتنا اللي احنا هنشتغل عليها، اعتقد هيبقى ان شاء الله نكون نعمل حاجه احسن الفتره الجايه. تمام. كابتن خالد عاوز تقول ايه؟ كابتن خالد سامعك، اتفضل.
زميلي احمد، انا بس كل الشكر لكابتن محمد عبد المطلب. عاجبني معاك احمد سامعني، كل الشكر لكابتن محمد عبد المطلب علشان قال يتحمل مجلس الاداره النتيجه كاملا، بشكره شكرا جزيلا. هو ده اللاعبين الدوليين السابقين اللي موجودين في الاتحادات اللي ماسكين مناصب بيقولوا الصراحه ويتحملوا المسؤوليه كامله. بشكرك كابتن محمد عبد المطلب. اكيد هو بيتكلم بمنتهى الامانه، انا كنت بحييك وهو كمان بيحييك على صراحتك ان مجلس الاداره تحمل النتيجه. بشكرك شكرا جزيلا، ودايما انا اكون معاك في لقاءات اخرى ان شاء الله. شكرا وبالتوفيق، ونشوف قناه الاهلي على طول في ماتشات ثانيه ان شاء الله. شكرا. يمكن حديث مهم جدا لنائب رئيس الاتحاد المصري لكره السله كابتن محمد عبد المطلب، وشجاعه كرويه من لاعب كبير جدا ان مجلس اداره الاتحاد يتحمل خساره المنتخب. وضوح للراي العام ووضوح للاعلام. بحييك كابتن خالد على سؤالك، شكرا لك وزكى بكل جديد اول باول، وروح للفيرستيم هيبدا بعد لحظات. شكرا جزيلا زميلي احمد كوان، صراحه وشجاعه وقوه وجراه من الكابتن محمد عبد المطلب ان هو بيقول ان مجلس الاداره يتحمل المسؤوليه كامله. صدقوني مبسوط جدا بالحوار مع كابتن محمد، مش عشان خاطر حاجه ان مجلس اداره بيطلع على الهواء في الاعلام ويصرح ان هو المسؤول عن اللي حصل لمنتخب مصر وعنده استراتيجي جديده. كل الامنيات الطيبه ليهم باذن الله في المرحله اللي جايه لمنتخب مصر لكره السله، لاعاده الامجاد الكبيره لكره السله التاريخيه اللي حصلت قبل كده. وان شاء الله على الطريق الصحيح كابتن عبد المطلب انت وكل الزملاء وكل الاخوه الافاضل في اتحاد كره السله. كابتن سرعوه لازم اسالك، خسر وقال انا خسران، انا متحمل، رايك ايه؟ رايي ان الشعور طيب. اول مره تطلع من مسؤول في جهه في اتحاد السله ان هو يتحمل، هو مجلس الاداره، هو كنائب رئيس وكمجلس الاداره، تحمل مسؤوليه كامله عن سوء اعداد الفريق وعن وعن كل ما احاط بالبطوله. اعتقد ان ده ممكن يكون استراتيجيه بناءه للي جاي. هو قال بس انا احب طلبه صديق، انا احب ان يبقى في تاكيد على الكلام ان هو ينفذ ما يقال وليس استهلاك من معرفتي كابتن طلبه. انا عارف هينفذ وهيصر وهيشتغل مع كل الاخوه الزملاء في اتحاد كره السله. هو بصراحه من الناس اللي شغاله وناس دؤوب، وبرضه الدكتور مجدي ابو فريخه رئيس الاتحاد كل الناس. شخصيه محترمه وشخصيه محبوبه بالنسبه للمجتمع في كله في كره السله، وكافه الزملاء في الاوسي، يعني في اكثر من عضو مجلس اداره، كابتن حابب الغنام، كابتن علاء زهران وعلاء زهران، يعني كلهم. والمجلس ده ما يميزه ان به مجموعه كبيره من لاعبي السله الذين مارسوا اللعبه دي احلى دوليا حاجه عجباني بصراحه، دوليا وعلى مستويات داخل مصر يعني. فان شاء الله يكون دي بدايه خير وبدايه التصحيح بالنسبه ليهم، وان هم ان شاء الله ان شاء الله نشوف مصر في كاس العالم القادم ان شاء الله باذن الله، ومتسيدين افريقيا زي زمان ان شاء الله باذن الله. مرحله جديده الاستراتيجي في المرحله الجديده، لكن وجود كابتن حابب الغنام جوه اتحاد الباسكت طبعا، ايه رايك؟ اضافه طبعا جامده جدا، لان طبعا زي ما قلنا انه حاجه كويسه جدا ان دلوقتي اعضاء مجلس الاداره كلهم مارسوا اللعبه، بيلعبوا مش اداريا يعني، بس لعبوا. طبعا وجود كابتن رحاب دلوقتي فرق جدا، نشيطه جدا، بتحاول تعمل حاجات طبعا لا من وهي طبعا انا طبعاً. كابتن رحاب يعني طبعا بس بتحاول تعمل حاجات كمان للبنات، بتعمل انشطه، كانت لسه بتتكلم معايا ان هي عايزه تعمل زي محاضرات لاولياء امور. متواصله مع كابتن حابب الغنام؟ متواصله الحمد لله. كابتن علاء زهران نفس الكلام؟ طبعا طبعا طبعا، كلهم كباتن بتوعنا يعني. ودي طبعا حاجه كويسه جدا جدا ان احنا لما بنقابلهم في اي ماتش بنبقى قاعدين معاهم، يعني مش بيبقى اعضاء مجلس اداره قاعدين في مقصوره بيتفرجوا على ماتش، بيبقوا قاعدين معانا في المدرجات. وكابتن رحاب على طول يعني قاعدين معانا، فالموضوع بيفرق جدا في كده يعني. عايز تقول حاجه؟ مهتميه بقطاع اللي هم الاكاديميات والبراعم وكده، عايزه تبدا من تحت، وكانوا مهتميه بالثلاثه على ثلاثه هم موكلين ليها الثلاثه على ثلاثه اعتقد يعني. اعتقد ان بس هي مهتميه جدا ودؤوبه في عملها وكده، واعتقد ان هي اضافه جامده جدا جدا بالنسبه للاتحاد، ومن العناصر النسائيه التي اثبتت وجودها فعلا. هي شخصية لذيذة ومتحبة بين حتى زي ما الكابتن علي بتقول عيلة عيلة كرة سلة عيلة كرة سلة بس هي البنت بصراحة
يعني في خلال الفتره دي ادت ما عليها يعني بامتياز. خطط اخيره وسريعه وتحضيرات، بيقولوا لي ناقص دقيقتين على بدء المباراه، اتاخرت تقريبا نص ساعه عن بدايتها. لكن كلمه اخيره تقوليها لكابتن طلبه، قال ان دخول الجمهور في المرحله اللي جايه هنفتح الابواب لدخول الجمهور، ايه رايك؟ هو بالنسبه في دوري البنات ده هيخلي الاهلي يفرق اكتر، ما هو مفيش مشاكل في دوري البنات، ما فيهوش مشكله يعني، إن زي ما احنا بنقول ان المنافس بتاعهم اذا كان سبورتنج، سموحه، جزيره، هليوبلس فريق كويس جدا، الصيد طبعا بقياده كابتن محمد حامد، مفيش ما عندهمش جمهور، فاحنا وجود جمهور الاهلي هيفرق معانا، بس هيفرق جدا جدا مع فريق الولاد مع كابتن طارق خيري. لا وجود طبعا هم محتاجين الجمهور جدا يساندهم، هيفرق معاهم جدا في الماتشات، دعم جمهور الاهلي ليهم ده هيأثر معاهم ان شاء الله جدا جدا، هيفرق كتير طبعا، دعم جماهير الاهلي هو الشيء رقم واحد. هاندبول لا الجمهور بيخش بس الحمادي برضو البطاقات. وان شاء الله نتمنى ان مشكله الجمهور دي تتحل. انا شايفها مشكله يعني، بس يعني ممكن نقدر نحلها مع كل الاطراف، مع الجهات الامنيه ممكن تحل. وان هي اصل الجمهور ده يعني هو روح الرياضه بصراحه يعني، هو الجمهور المباراه بغير لا طعم ولا ريحه ولا خلص. مهما تكن فنيات ومهما يكون ابداع من المدربين والاجهزه وغيرها، لكن بدون جمهور، هو الجمهور اللي بيخلي اللعيب او بيطلع لهات زي ما بيقولوا، يخلي اللعيب يبدع ويخلي اللعيب يعني يبقى عايز يخلي نفسه وفرقته من الفرق الجيده ومن الفرق. لكن ممكن تتحل عن طريق الاتفاقيات مع الجهات الامنيه، حتى لو الدخول لو انت حضرتك دخلت اعضاء النادي مباراة على النادي الاهلي، دخل اعضاء النادي هتملي الملعب. كابتن بس في الوقت نفسه لازم يكون هناك انضباط جماهيري وسيطرة. الجماهير لازم هي اللي تظبط امورها مع بعض. لازم. بلاش المواضيع المناوشات، خلينا كل واحد يشجع جمهور ناديه بالمعنى الاصح، هو ده الاهم بالنسبه لنا. جمهور النادي اعتقد هو جمهور ملتزم جدا 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 في كل الصالات، لو كان حصل مشاكل في المستقبل عفوا في الماضي البعيد، لكن اعتقد ان هو دلوقتي لما يخش الملعب ملتزم تماما في انا اعتقد ان دخل الملعب في اكثر دخل كان اكثر انتظاما وكان بصراحه حاجه مشرفه بالنسبه للنادي، وبرغم ان هم قد يكونوا مجموعه صغيره لكن تحس ان الاستاد مليان، تحس ملعب الاهلي مليان، ملعب عبد الله الفيصل. والنهارده كابتن سعد على ارض الواقع، كنت تحب تلعب قدام الجمهور ده؟ طبعا الجمهور هو المحرك رقم واحد، وما فيش لعيب ما بيحبش الجمهور. لكن الاول كان في روح يعني، اعتقد ان الاول كان في تقارب بين اللعيبه وبين الجمهور، كان ممكن لعيب زي الكابتن خالد يروح للجمهور يهديه، الجمهور بيسمع كلامه. ما كانش عندنا جماهير برضه عشان الفيسبوك والسوشيال ميديا اللي هي اللي ادت الى لكن الجمهور ده عصب ولذلك انا بقول ان هو انا اعتقد ان شاء الله النهارده بنات الاهلي هيكسبوا لثلاث اسباب. السبب الاولاني اهتمام كمجلس اداره بذهاب نائب الرئيس للمباراه. ثانيا الاهتمام كقناه اهلي بتذيع المباراه، طبعا دي حاجه بالنسبه للاولاد مؤثره جدا، مكسبهم لنفسهم. لكن في اهتمام من مجلس الاداره، في اهتمام من قناه الاهلي. احنا عندنا الحمد لله المسؤولين دكتور خالد توحيد رئيس الراجل الراجل محترم جدا يعني جدا تماما ويسعى ان هو يغطي كل الاحداث الرياضيه للنادي الاهلي بره كره القدم. بدانا النهارده وان شاء الله في المرحله اللي جايه هتكون في حاجات كتيره نقدر نغطيها لكل الفرق. قناه النادي الاهلي بتغطي بصراحه طفره ما حدث في قناه النادي الاهلي بالنسبه للالعاب الاخرى. طفره الحمد لله يعني بصراحه، وبشهاده حق يعني يعني مش شهاده حق يعني، ان شفتوا استوديوهات تحليل في جميع الرياضات بنات واولاد وكل يعني حاجه متالقه يعني بصراحه. احنا قدامنا احماءات الفريقين اهلي وسبورتنج دلوقتي، اللحظات الاخيره قبل بدايه وانطلاق المباراه، قولي لي الجمهور، السوشيال ميديا، العوامل اختلفت عن زمان بالنسبه للعيبه، الدوافع مختلفه تماما. تقولي
لا طبعا، هو فعلا وجود الجمهور مختلف تماما عن زمان، حتى لو احنا كان عندنا جمهور اهلي طبعا. حضرتك عاصرت طبعاً. ناس كتير كانوا بيشجعوا طبله وكان طبعا وكنا بنفرق جدا يعني من الناشئين. انا عمري ما لعبت، بيشجعنا 10 20 واحد كنا بنفرق كتير بالظبط. طبعا حقيقة. طبعا 10 20 بيخلوا دلوقتي الاولاد بيجوا 10 20 تحس الملعب مليان، تحس فيه 3000 في نادي في صاله الامير عبد الله. بالظبط بالظبط. بس طبعا في نظام دلوقتي شكل ودخلات وطبلة وأغاني. تعجبني الدخلة جدا، والأغاني بتاعت الألتراس بقينا حافظينها بتتذاع على قناة الأهلي. فمجرد الأغاني يعني من يعني إحنا مثلا هنبول أو باسكت أو كده، لما بنسمع من ثالثة شمال إحنا بنتحمس، مع إن إحنا مفيش ثالثة ولا أولى ولا شمال ولا الكلام ده. مجرد إن إحنا بنسمع من ثالثة شمال بنتحمس جدا، بنهز جبال وان شاء الله باذن الله على خير. كلمه اخيره سريعه عشان هنطير الملعب وراه دلوقتي. توفيق للنادي الاهلي وتوفيق لجافه البنات، واتمنى ان شاء الله ان تكون مباراه جيده على مستوى هم يكونوا على مستوى مسؤوليه المباراه. بالتوفيق ليهم ان شاء الله. هنطير الى الملعب وراه سريعا، وزميلي احمد علي للتعليق على مباراه نهائي دوري المرتبط الاهلي ونادي سبورتنج سيدات. هنبدا اللقاء باذن الله كمان لحظات اخيره. زميلي احمد علي لك الميكروفون.